بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. تاني وتالت وعاشر، هي فوضى طبعا ومرعبة كمان. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم، لقاء الخميس النهاردة بيحمل الرقم 914 في حلقات ملك وكتابة، بيبدأها المهندس عدلي بالتحذير من الفوضى. لا خلاص، أنا قبل كده قلت الفوضى الهدامة. تجاوزنا كمان، بقت الفوضى المرعبة. المرعبة طبعا. احنا وصلنا إلى اللجام فلت لأنه بمشاركة مسؤولين وكتاب ونقاد والنجوم و كله أصبح يكرس لمعنى واحد بس، غير الحقيقة، ركز على المظلومية وال اشمعنى ومش عارف ايه، وهاجم هاجم هاجم لدرجة ان الشحن لدى الجماهير اللي هي المتلقية في النهاية بقى، اللي انا بعتبر الجماهير دول اكتر ناس بتظلم دلوقتي، لان ردود الافعال وصلت عند البعض فيهم الى درجة تهديد اللاعبين، العناصر بـ 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 بالخطر، مش قادر اقول بالخطر. طيب، ده كلام مهم جدا، عشان كده محتوى حلقة النهاردة يا جماعة فيها الكثير من محاولة تصويب مفاهيم كتيرة خاطئة، لعلنا نصل فيها مع حضراتكم إلى المعنى المعقول لمصلحة الرياضة المصرية. نشوف أبرز العناوين. يا أبو الكباتن، قال أستاذ تلميذ، طب إزاي؟ انتخابات الاتحادات الرياضية وأبناء النادي. الأجنبي خيار مصري للضرورة. الأهلي فرع سموحة ولعبت كل يوم. عندما يسبق الكتاب التمرين. كابتن ماجد يعني إيه شخصية؟ نجوم الأهلي في مرمى الغرض والمرض والجهل. طه بعد عامر، وبعدين يا أبو الكباتن أرجوك لا تتوقف، لكن اتعلموها من حليم. وأخيرا الإسعاف، فكرة سهلة للانسحاب. محتوى حلقة ثري جدا وكتير ومتنوع، أتمنى أن حضراتكم تستمتعوا بيه. لكن فريق الأهلي النهاردة دخل المعسكر استعدادا لمباراة الغد في استئناف الدوري من الأسبوع الثالث. المباراة هتكون مع الاتحاد السكندري إن شاء الله يا باشمهندس. الأهلي يمكن مستر مارسيل كولر بعد التمرين اختار القائمة اللي ضمت محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، وفي الدفاع خالد عبد الفتاح ورامي ربيعه وياسر ابراهيم واكرم توفيق ويحيى عطيه الله وكريم الدبيس، وفي نص الملعب مستر كولر واخد مروان عطيه وعمر الساعي وطاهر محمد طاهر واحمد نبيل كوكا ورضا سليم وبيرس تاو وحسين الشحات وعمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه وامام عاشور، وفي الهجوم محمود عبد المنعم كهربا وسمير محمد المهاجم الصاعد. ده القايمه اللي دخل بيها مارسيل كولر التمرين المعسكر بعد التمرين. بكره ثلاث ماتشات، فاركو ام بالساعه 5، بيراميدز والبنك الاهلي الساعه 5 برضو، والساعه 8 الاهلي والاتحاد السكندري في استاد السلام. كان المفروض يتلعب في استاد القاهره، لسه الاستاد ما جهزش، لكن يوم السبت هيكمل تتواصل مباراه الاسبوع، طلائع الجيش مع سموحه والجونه مع غزل المحله الساعه 5، والزمالك مع المصري الساعة 8 يوم السبت. يوم الأحد في ثلاث ماتشات في ختام الأسبوع الثالث، الإسماعيلي وبتروجيت الساعة 5، والساعة 8 هيلعب حرس الحدود وسيراميكا ومودرن سبورت مع زد. الدوري لما وقف يا باشمهندس كان الأهلي بيتصدر هو والزمالك وكلاهما بست نقاط. الاتحاد السكندري اللي هينافس الأهلي عنده برضه ست نقاط. المصري اللي هيواجه الزمالك جاي بعديهم برصيد أربع نقاط. يعني الاهلي والزمالك بينافسوا الاثنين اللي بعديهم المربع يعني. بس ده ماتشين في اول الدوري يعني. ما يعني
أنا من لفت نظري في القائمة النهاردة مؤكد أن جماهير الأهلي عندها شغف أمام اسمين. أيوة. لو أتيح لهم الفرصة المشاركة عندهم فضول يعني. أيوه. اللي هم عمر الساعي وسمير محمد الفرود الناشئ يعني. يا رب يوفق الجميع ونشوف مباراة طيبة. الماتش الاتحاد السكندري مباراة قوية، منافس طول عمره محترم، منافس بنحبه لأنه شعبيته تزامنت مع شعبية الأهلي. كنا بنبتدي يا أستاذ إبراهيم الموسم لازم بمباراة الأهلي والاتحاد، مباراة ودية بين الأهلي والاتحاد لازم. يعني دي كان من تقاليد انطلاق الدوري يعني. نجوم كبار، تاريخ عريق، نتمنى أن نرى مباراة طيبة من الفريقين. عشان كده الاتحاد يمكن فاز في أول مباراتين فأصبح زيه زي الأهلي والزمالك في الصدارة، وده يمكن اللي بيخلي مباراة الغد مباراة كبيرة. الأهلي والاتحاد مباراة صدارة، الاتحاد مشي كويس كسب الماتشين، ده جدول الترتيب. الأهلي 6 نقاط والزمالك 6 نقاط والاتحاد 6 نقاط والمصر 4. إذا ده صراع المربع الأمامي. أيوه. وهو بيراميد ما هو 4 و3، هتلاقي الدوري يعني الأسبوع الجاي ده ممكن يحصل فيه شقلبة أو غالبا، لأنه هو الدوري لحد الأسبوع الخامس أو السادس كمان تبتدي ملامح تبان بعد كده. الدوري عنده فرصة للاستمرار، يمكن لمدة 4 شهور ما عندناش أي أجندة دولية ولا أي توقف. فتلعب بقى يلفت نظرك إنك آخر مباراة المنتخب كانت إمتى؟ من 3 أيام، من يومين. ده الثالث. خلاص نكمل بقى على كده، وعشان نبطل يعني رغي في أمر بيصار التأجيلات ومش التأجيلات، خلينا بقى نشوف القانون واللائحة والاتحاد الدولي بيقول إيه ونمشي صح. وأظن أنت هتقدم لنا حاجة عن لجنة المسابقات إن شاء الله في ثوبها الجديد. طيب النهارده كمان أعلن عن إصابة لاعب الأهلي الموهوب الصاعد عمر سيد معوض تاني بالرباط الصليبي. عمر سيد معوض كان بيأدي التأهيل في النادي، وكان بقيله 10 أيام يخلص البرنامج بعد جراحة الصليبي ويسافر ريال بيتيس الأسباني اللي تعاقد معاه. لكن قدر الله وما شاء فعل، أصيب النهارده في نفس الإصابة برباط صليبي. والحقيقة عمر كتب كلام على صفحته وبصورته أبدا لن نتوقف، وقال كلام في منتهى الروح العالية إنه المعارك الكبيرة بتفرض على الأقوياء، وقال أنا راضي بالقضاء والقدر وحبدأ مرحلة تحدي كبيرة قوي، وإن شاء الله تعالى راجع وبقوة. طبعا روح عالية جدا للاعب موهوب، الأهلي اداله فرصة للاحتراف الخارجي، تعاقد مع ريال بيتيس وكان الاتفاع على انه يخلص برنامجه التأهيلي هنا ويسافر لهم. عرفت ان هو هيسافر لدكتور اخر يعمل عنده العملية الجديدة، وان شاء الله تعالى يتأهل منها ويكمل حلمه ان شاء الله. يعني هي نفس الإصابة القديمة في نفس الركبة؟ في نفس الركبة شيء، لكن نفس الإصابة ولا لا؟ ده المهم. اصل بص انا ملاحظ حاجة، معظم اللي جات لهم الرباط الصليبي رجعت لهم. ودي حاجة غريبة جدا، رغم ان في تحوط جامد جدا دلوقتي في البرامج التأهيل ان ما حدش يرجع الا ما ياخد وقته. واصابة بيرجعوا منها الحمد لله اقوى من الاول. لكن يعني هي عطلة. لكن باذن الله تعلموا منها الكثير، وكويس قوي الروح اللي هو بيقابل بيها الاصابة. نجم صاعد ربنا بيختبره بدري بدري عشان يكون شخصية مملوءة بالتحدي والأمل والصبر والإيمان. طيب زي النهاردة الحقيقة حافلة جدا بالمواقف والذكريات والأهداف. سريعا مع حضراتكم، زي النهاردة في 20 نوفمبر 1959 الأهلي فاز على الزمالك 2-1 في الدوري، سجل له رفعت الفناجيلي وطه اسماعيل. زي النهاردة 21 نوفمبر 1934 بقى مولد مدرب كبير في النادي الأهلي كان له بصمة، الألماني ديتر شفايسا، اللي قاد تدريب الأهلي من سنة 88 ل90 ورحل بعد إلغاء الدوري وتوقف النشاط. فايسا واحد من خبراء الكرة الألمان اللي كان ليهم بصمة
مهمة جدا على الكرة المصرية. الأهلي كسب الزمالك 1-0، ده كان مباراة مهمة جدا في دوري 88-89. نفكر حضراتكم بأهداف هذه المباراة. الحقيقة من المباريات القمة اللي كانت مهمة في موسم 88-89، الأهلي فاز على الزمالك 1-0 نفتكره. لمحمد عبد الجليل واحمد رمزي، تطول الكوره وعبد الجليل وهلبه والجول الاول للنادي الاهلي، تتلعب الكوره لعلاء مهوب بن عبد الجليل، وكان واقف علاء مهوب لوحده يلعبها على شمال ايمن طاهر، يحرز علاء مهوب الهدف، يتقدم النادي الاهلي بهدف لعلاء مهوب. يعني الحقيقه دي انا زي ما قلت لك يعني على انها بتبقى سريعه وخاطفه، بس بتفكرنا بحاجات جميله جدا. وبمناسبه ماتش رفعت الفناجيلي وكابتن طه، يعني اللي اتفرجوا يا جماعه على كابتن رفعت بيتكلموا على واحد يعد من افضل من انجبت الكره المصريه سواء في صناعه اللعب او في خط الوسط. لاعب كبير جدا جدا، يا سلام تمام. لو ربنا عوضنا. طيب بمناسبه نجوم هذا الجيل، في 21 نوفمبر 37 كان مولد واحد من نجوم هذا الجيل، الكابتن ميمي عبد الحميد، نجم الاهلي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وواحد ايضا ممن لمعوا في هذا الجيل في الستينات والسبعينات. توفي في 30 نوفمبر 2020 الكابتن ميمي عبد الحميد عليه رحمه الله. في 21 نوفمبر 1947 الأهلي فاز على على فاروق اللي هو الزمالك لاحقا 1-0 في دوري القاهرة، سجل الهدف أحمد مكاوي عليه رحمة الله. وفي 21 نوفمبر 86 بقى الأهلي فاز على السجارة الجابوني 3-0 في ذهاب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكوس، سجلهم طاهر أبو زيد هدفين ومجدي عبد الغني هدفا ممكن نفكركم بيهم. على ساعة أنا فات 10 دقايق والنتيجة لا تزال 0-0. شاطر طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد، قنبلة قعد الجول على ركبه ودخل الجول الاولاني بعد 10 دقايق على طول على مهوب، حلوة لمصطفى عبده جميلة وبالعرض، هو الجول الثاني، الجول الثاني طاهر ابو زيد، كرة مرفوعة من مصطفى عبده يحطها طاهر ابو زيد، ابو زيد ابو زيد اثنين، مجدي حط الجول الثالث، الجول الثالث مجدي عبد الغني، مصطفى عبد يا شيخ برجلك الشمال، حلو ماشي يا مصطفى، ماشي خش يا مصطفى والعبها بالعرض، والجول الرابع، الجول الرابع هو سهل. ماشي يا بيه، اجوان جميله لكن بقى. زي اليوم زي النهارده ده محافل بالانتصارات. هفكرك بماتش اكيد فاكره كويس، 22 نوفمبر 1974 الاهلي بيفوز على الزمالك 2-1، جونين مين بقى؟ مصطفى عبده وعبد العزيز عبد الشافي. اعتقد مباراه كانت مثيره جدا وقويه في 74 نفتكرها. صح الحكم الايطالي شاشي جوليو، وكمان لعبت حلوه سلامة تاني، واحمد عبد الباقي تاني، والرافعة في النص وحلوة وكويسة. عبد العزيز عبد الشافي بدماغه بعد 20 دقيقة 2-1 للنادي الاهلي. الماتش ده كان الكابتن فاروق جعفر بيلعب ستوبر او سيرد باك، والكابتن عبد العزيز كان لسه عنده 17-18 سنه، وطلعت التشنيعه ان كابتن قالوا له ايه الجون الحلو ده؟ قال لهم ده انا كنت بعد الكرافطه. طيب زي البكره بقى 22 نوفمبر 85 الاهلي بيفوز على الفينتوس النيجيري 2-0، كان مباراه الذهاب في نهائي ابطال افريقيا لابطال الكؤوس، والهدفين للمجدي عبد الغني وزكريا ناصف نفتكره.
خطير مجدي عبد الغني. وهوبا يا سلام حلوه اتقطعت علاء للخطيب ده لازم ارجع للتاني يا ناصر يا كلام يا الدول التاني يا سلام يا خطيب الخطيب بتاع بدر زكريا هوبا للدول التاني. الكابتن مجدي عبد الغني تتفق تختلف معاه، لكن كلاعب لا، كان بيطور نفسه وكان من اهم لعيبه خط الوسط. طيب دي جولتنا السريعه في ثنايا تاريخ كبير وطويل وحافل، وصدقوني لو حد هيعمل احصاء كل يوم على مدار السنه زيه يوم بل ايام كتيره جدا للاهلي فيها انتصارات واهداف وتتويجات. دايما حافل بالبطولات يا اهلي، لكن فقرتنا الاولى الاسعاف فكره سهله للانسحاب. الحقيقة طريقة جديدة كشفت عنها بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية، لأنه فيه تعليمات مشددة دلوقتي بضرورة التأكد من وجود سيارة الإسعاف. المستوى اللي فريق الأهلي بادئ بيه المشاركة الأولى في تاريخه في بطولة دوري الكرة النسائية خلت ناس كتيرة يمكن ما تفضلش تلعب الأهلي. شفنا الاتحاد السكندري النتيجة لما وصلت لـ8-0 زعيم الثغر انسحب، وشفنا الجزيرة 11-0 حصل انسحاب لأنه السكور بيعلى، فالفرق بتخاف على معنويات البنات بالذات لأنه دي بداية بطولة جديدة أو مسابقة لسه ما شاركوش فيها. الحقيقة إنبي مع الأهلي فجأة المباراة عربية الإسعاف مش موجودة، وهنا أنا مش بلعب مع نادي صغير ولا نادي فقير ولا مركز شباب مش عارف يدفع عربية تمن العربية، لا، فجأة العربية ما جاتش، فبقت فكره حلوه للانسحاب. ليه؟ لانه ما دام المباراه ما اتلعبتش اللائحه بتقول لك هيتحسب 2-0، فيقول لك طب ما اخسر 2-0 بدل ما العب واخسر كتير واكسر معنويات البنات. للاسف مساله ما كانتش ابدا لطيفه في ظل هذه التعليمات. ايه اللي حصل؟ خلينا ناخد مدير الكرة في النادي الأهلي، مدير جهاز الكرة النسائية الكابتن شادي محمد، واللي الحقيقة مع الجهاز الفني عامل يا باشمهندس انطلاقة قوية لبنات الأهلي. هو معانا على الهوا؟ معاك يا كابتن شادي. يا كابتن شادي. يا باشمهندس عدلي وأستاذ إبراهيم السلام عليكم. بص يا كابتن الحقيقة أنت قدمت إلى الوسط الرياضي مفاجأة من العيار الثقيل. يعني لم يكن أحد يتوقع أن يبدأ الأهلي هذه البداية القوية بالشكل اللي أدي يوصل الأمر زي ما أنت بتقول إن الناس يعني تلعب بفكرة تواجد عربية الإسعاف عشان السكور ما يزيدش، وده أمر على فكرة المفروض اتحاد الكرة يعني بيراقب تجهيز الملعب، ومن ضمن تجهيزات الملعب هي عربيه الاسعاف. يا ريت تحكي لنا يا كابتن شادي ايه اللي حصل بالظبط. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وحشني كتير جدا يا استاذ ابراهيم. وانت اكتر والله يا كابتن، واحد من البرامج المحترمه اللي جمهور النادي الاهلي بيعشقها، وانا بقول دايما على ملك وكتابه خط الدفاع الاول عن النادي الاهلي. لما انتوا حضراتكم انتوا الاثنين تمتلكوا من خبره كبيره ومعلومات عن تاريخ النادي الاهلي، فشرف ليا ان انا اكون موجود مع حضراتكم في البرنامج النهارده. شرف لينا التواصل معاك يا كابتن، وتحيتك على البدايه القويه للفريق ده، وبعدين انت دخلت التاريخ يا كابتن شاد اول مدير كوره. ثاني انت مش سهل برضه. طبعا يعني ما حبيت تخش رحت منقي حاجه الرائد يعني الناس تتكلم عليه. والله يا باشمهندس انا بس عايز اقول حاجه في الاول، لو في نجاح انا شايف ان لسه مش نجاح الكبير، احنا لسه في البدايه، ده وجهه نظري، لكن في الاول وفي الاخر لو في حد يستحق الشكر فانا احب ادي كل حد حقه، فلو حد يستحق الشكر قبليا اكيد الكابتن محمود الخطيب، علشان كان في قعده مطوله كبيره جدا معاه وبيقدم كل دعم وكل مسانده، ولما بيبقى في اي حاجه بنرجع له بتتحل في ثواني، فلو في فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى فاكيد انا
لازم اقول الحق والعدل، لان هو في الاول وفي الاخر كان في نصايح من الكابتن مهمه جدا، كان في تسرع في البدايه وكان في عايز تعمل كل حاجه في وقت قليل جدا، هو لمس ده فبعت لي اكتر من مره وقال لي الموضوع ده، وفعلا الهدوء بيخليك تاخد قرارات سليمه في مين يجي النادي، في قرارات مهمه مع الناس اللي بتشتغل معاك. فانا حبيت اقول بس في البدايه احنا لسه كبدايه، احنا لسه ما نجحناش النجاح الباهر، بنسعى لده من خلال جبنا مدرب محترم مستر ديمتري، وجبنا مجموعه متميزه جدا من اللعيبه المتاحه اللي كانت متاحه، وكان في تعنت من البعض مجرد ما النادي الاهلي دخل اللعبه زي ما بيقولوا هم الكل، حتى في الوسط الرياضي فيما يخص كره القدم النسائيه، ان كل عارف اسم النادي الاهلي لما بيدخل في حاجه بيدخل بشكل مؤسسي، بتلاقي المنظومه كامله من اصغر لاكبر واحد، احنا عاملين منظومه محترمه جدا جدا جدا، كلها لوائح وكلها عقود، مش حاجه اسمها استماره دي الولاد الصغارين، احنا ابتدينا محترفين في اللعب. فالبعض بيشوف اللي احنا لسه ما عملناش حاجه، والبعض بيشوف اللي احنا نجحنا، والبعض بيشوف ببعض التصرفات الغريبه اللي احنا مش متعودين عليها، لكن في الاول وفي الاخر لو سالتني كمسؤول انا شايف احنا لسه بنبتدي، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، في فرق عندها خبرات كبيره جدا، بنحاول من البدايه بنقول لكل جماهير النادي الاهلي والمنظومه احنا على قدر المسؤوليه، بنتعب بنجتهد وبنشتغل شغل كبير جدا. باشمهندس عدلي استاذ ابراهيم، احنا في ثلاث شهور عملنا ثلاث فرق، واللي الناس تتكلم عن فرق كره القدم السيدات بالشكل ده صدقني دي حاجه تليق باسم نادينا. ليه؟ علشان القماشه كانت قليله جدا، اللعيبه الكويسه او اللاعبات الكويسه قليلين مش كتير، لكن اتفرجنا على فيديوهات بعنايه، اخترنا الاخلاقيات قبل اي حاجه، اخترنا في كل مركز مين اللي هيناسبنا في المرحله دي. انا هديك سر يا استاذ ابراهيم ومحدش يعرفه كتير عن فرقه كره القدم السيدات. هو كابتن شادي يعني الحقيقه قلت طب خليه يقول لنا السر بس، قول اتفضل يا كابتن. انا هقول حاجه بس سريعه، فرقه النادي الاهلي الفريق الاول عندنا 2 15 سنه و12 لعيبه 18 سنه. 12 لعيبه 15 كام؟ 18 سنه. 18 سنه، وفي فرق كتير يتراوح معدل السن من 25 وانت طالع فوق لغايه 29. انت بتتكلم على الفريق الاول بيضم العدد ده ولا دي؟ الفريق الاول. اوه. لا الفريق الاول، الفريق الاول. يعني متوسط الاعمار عندك؟ حبيبه عصام اللي مصر كلها بتتكلم عليها ما كملتش 18 سنه اصلا. دي المفاجاه بقى. اصلا. وجايبينها من دجله السنه دي، وكانت فرصها في اللعب في دجله قليله، معناها ان العين جوه النادي الاهلي اظهرت حبيبه بالشكل اللي يليق بيها حتى لو هي سنها صغير، فعبرت عن نفسها واحترمت تيشيرت النادي الاهلي وبتقاتل في التدريبات. هي النهارده قالت لي جمله، قالت لي انا لعبت سنين طويل بس اللي انا باخده من النادي الاهلي في شهرين ما كنتش احلم بيه، والله ده كلامها النهارده ليا انا بشكل شخصي يعني. والحقيقه مش هي بس يا كابتن شادي، كلنا ما كناش متخيلين يعني، انت عارف الاهلي دخل متاخرا في رعايه اللعبه دي لان ده كانت تعليمات الاتحاد الدولي بالظبط ان لازم يبقى في كره نسائيه. طيب لما دخل النادي الاهلي انا قلت والله هيعملها يعني باسلوب شكلي في البدايه عشان يستوفي الشكل يعني، لكن يبدو انت قلت ايه؟ اشكر الكابتن محمود الخطيب الذي يعني هو حريص ان الاهلي لما يخش على حاجه لازم ينافس وينافس بقوه من اجل البطوله. فالحقيقه النتيجه قدامنا مبشره، ويعني اذا كان انت شايف هنقدر نكمل بالطريقه دي، احنا برضو لازم نفكر برضو ان النقله الجايه هتبقى المقارنه بافريقيا عامله ازاي. دي حقيقه، وحضرتك لمست نقطه بغايه الاهميه، احنا عندنا انديه منافسه في مصر قويه جدا، بنتكلم على دجله بقاله وقت كبير جدا، وانا على المستوى الشخصي بحترمهم، في فرقه توت اللي بقى اسمها مسار دلوقتي لسه راجعه من بطوله افريقيا وهتلعب تالت ورابع، ده كانت سيمي فاينل دوري الابطال. بالظبط، فرقه محترمه جدا جدا.
بس بنصطدم ببعض الامور في الدوري المصري. قول لي بقى الازمه بتاعت مباراه انبي والانسحاب، ايه اللي حصل؟ المباراه كانت النهارده في ملعب انبي مش كده؟ احنا رحنا المباراه. اللي انا عايز حضرتك تركز معايا في النقطه دي، لان دي في غايه الاهميه قبل الكوره وقبل اي حاجه. اللي انت البنات انت بتروح معسكر، بتجهز تدريباتك خلال الاسبوع، بتصرف في فندق، بتصرف في باص، في مصاريف، في مصروف. بنعمل ده عشان نلعب، ولما بنلعب في الاول وفي الاخر عمر النادي الاهلي ما بيروحش يواجه حد وما يروحش ولا ما يلعبش ولا بيعمل اي حاجات انت تفكر فيها او اقعد افتش في نواياك. انا مش المفروض اعمل كده، المفروض عملت فرقه بلتزم بلعب ايا كان النتيجه، خسرت يبقى بخسر بشرف، كسبت فبكسب بادائي ومجهودي ومجهود فرقتي. ده الواقع بتاع الكوره الطبيعي الواحد اتعلمه. احنا في نقطتين في غايه الاهميه. النقطه الاولى اللي اللائحه بتقول بالاهداف بتاعت اتحاد الكوره. طب انا النهارده الفريق ما بيلعبش قصادي ومع فرقه ثانيه بيروح يلعب يخسر سبعه، فاديته سبع اهداف او ست اهداف وخسر مني انا بالانسحاب 2-0 بس. باتنين بالظبط. في كم مباراه حصل معانا كده؟ دي ثالث مباراه ولا ثاني مباراه؟ فده صعب جدا. ده واحد. اتنين، لازم يبقى في عقوبه عشان انت تمنعه يعمل ده. لازم في لائحتك يكون في عقوبه للي هينسحب، للي مش هيلعب، للي يقول لك الاسعاف، للكلام ده كله. فالطبيعي تعمل عقوبه شديده برقم كبير عشان لو عملها مره مش هيعملها الثانيه. بس هم النقطتين دول اللي انت اللائحه هتتغير. يعني هو لو قال المنسحب يبقى خسران 8-0، ما هو ما حدش هينسحب. لا، هو دايما كان بيتقال. ايه يا كابتن شادي؟ بيتقال انه الفريق المنسحب اثناء المباراه بيبقى مهزوم 2-0 ما لم تكن نتيجه المباراه قد توقفت عند عدد اكبر. يعني انت كسبان الاتحاد 8-0، لما فريق الاتحاد ينسحب ما تخسرش انت، ما تبقاش النتيجه 2-0 بس، تعتمد ال 8-0 على الاقل. بالظبط بالظبط، ما ده اللائحه موجوده فيها ده. لا، لازم يضاف اليها ما لم تكن النتيجه. لا، ما هو بيقول لك طبقت كده. ايوه، ما بتتحسب 8. بس انا بتكلم في ايه؟ والله فريق ما لعبش زي النهارده مثلا ما لعبش، فالغرامه تبقى 100,000 عشان ما يعمل ولا اي نادي يعمل كده اصلا، بما فيهم النادي الاهلي. انا بتكلم على العداله، على الناس كلها مش على الاهلي بس. اللي هو 100,000 جنيه عشان هو عارف هيدفع مبلغ كبير، فهيضطر، هو مضطر يلعب، هو مجبر يلعب. هو الانسحاب كان بسبب ايه؟ الانسحاب نزلنا الملعب سخنا، كان في اسعاف بره كنت شايف. انا بقى بقول لك الحقيقه اللي حصلت، وانا ما اتكلمتش، انا اول مداخله ليا في الموضوع ده. الحقيقه اللي احنا رحنا كان في حد مسؤول هناك في الملعب، جه اتعامل معايا بشكل شخصي، اتكلمنا وعادي خالص. الفرقه سخنت، الحكام نزلوا، قال لي كان في اسعاف، بس الاسعاف في حد تعب فراحت تنقله للمستشفى. فالحكم منتظر الاسعاف، لان انا صريت اللي لازم الاسعاف، خصوصا حد بعد منين؟ حد من الفرقتين ولا حد من بره المباراه؟ لا حد مسؤول من انبي تبع فريق السيدات، جاء مسؤول جوه الملعب الاستاد اللي هناك. فخلاص تواصلت معاه، قلت له لازم اسعاف، خصوصا بعد واقعه كفر الشيخ اللي حصل. صحيح. اللاعب اللي ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله. فالطبيعي انت بتتعلم من موقف بعيد عشان ما يحصلش في ملعبك، فالاسعاف تبقى موجوده. أي. بس اللي اتكلمت مع الحكمه كابتن يارا، قالت لي كابتن شادي احنا في وقت تقريبا 25 دقيقه بعدها هصفر للنادي الاهلي فايق. قال لك الاسعاف جايه في الطريق. خلص الماتش واحنا الباص بتاعنا، لقينا اسعاف واقفه قدام كده، يعني بعيد عن الملعب شويه، بحوالي 300 400 متر. هنهزر؟ انتوا عايزين الحقيقه ولا اطلع على الهواء اكذب؟ يعني الحقيقة كانت مستخبيه. مش عايز اقول كده، مش هفتش، لكن متشافه نقصد. اللي وراها لي الباص بتاعنا قال لي يا كابتن بص الاسعاف اهي موجوده واقفه، فصوروها. حلو. انا بسال سؤال، انا مش بخص نادي انبي بالمناسبه، انا بحترم نادي انبي وبحترم كل الانديه، لكن سمعت من بعض الكلام مش عارف صح، من احد المواقع كلمني قال لي اللي في مسؤول من انبي بيقول اللي هو الاداري غلط او نسي يكلم الاسعاف. يبقى احنا كده في مشهد بنهزر، لان نادي انبي نادي كبير.
ونادي انا احترمه على المستوى الشخصي واحترم مسؤوليته. ومفيش مشكله في الامكانيات يعني. بالظبط، لما الاقي نادي امكانياته بسيطه بيعمل ده انا برضو مش بفتش في نوايا حد، بس مش طبيعي يحصل كده، مش طبيعي، مش طبيعي. يعني المباراه ما ابتدتش ولا ابتدت وتوقفت خالص؟ ما ابتدتش اصلا. اصلا الحكم تمسكت باللائحه. تمسكت بال وكان في استياء من مراقب المباراه. استياء جدا، لانه زي ما انا قلت لك كان وجهه نظره النادي انبي نادي كبير، فده ما ينفعش يحصل، فالاسعاف ما تبقاش موجوده. انا بقى هحسبها كنادي اهلي وكمسؤول جوه النادي الاهلي، هحسبها حساباتي انا اللي انا عايز العب علشان العب مباراه بجديه واعمل سكور واكسب، لان انا واثق في امكانيات فرقتي، عشان لما يجي اللائحه اللي بتقول عليها اتحاد الكوره ابقى انا فارق سكور، ابقى محافظ على الاول، لان النادي الاهلي منوط بيه الجمهور والمركز الاول دايما. انا الثاني بالنسبه لي زي الاخير. انا اتربيت كده وعشت كده، والبنات اللي معايا دلوقتي ثقافتها كده. لا وانت حاطط لي لائحه بتقول لي البطوله تحسم بالنقاط والاهداف، فكده انت بتحرمني من فرصه تسجيل اهداف اكتر من الاثنين، والفرصه دي هياخدها غيري. طب حضرتك الاسبوع قبل اللي فات لعبنا 38 دقيقه ثم الماتش انتهى والفرقه انسحب، طب اعمل ايه؟ مش لازم اتكلم؟ مش لازم ادافع عن حقوق ناديه وعن حقوق ناديه، والناديه ده ليه جمهور بالملايين، حقهم اللي انا دافع عن حقوقهم، فحق النادي الاهلي عليا كمسؤول ان انا اطلع واقول الكلام ده، لان على اتحاد الكوره لازم، وكلنا كمنظومه بقى خلينا نتكلم بصراحه، اللي مش مؤمن يعني، في ناس اصلا حتى النهارده في عقليات صعبه التعامل معاها فيما يخص بتتعامل مع الكوره رايحين يلعبوا، ما بالك هو مش في ناس لا تؤمن ان في حاجه اسمها كره قدم سيدات، ومش باصين حواليهم المغرب بتعمل ايه والعالم كله بيعمل ايه. صحيح، احنا ما عندناش النادي الاهلي لما دخل يا استاذ ابراهيم المجال السنه دي اول سنه القاعده بتوسع. أيوة. وحصل انتشار للعبه، وفي شعبيه للعبه طبعا. بالظبط، بس فاحنا بنشتغل، مش هقول الحقيقة مش نجاح باهر اللي انا بقوله، انا مش ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، ولكن بنسعى للافضل عشان عايز العب بطوله افريقيا، عشان عايز اروح كاس العالم للانديه، وده حق مشروع ليا وكنادي ولفرقتي البنات اللي موجوده. فاول لكن مشاركة. كل مره نروح باحباط. طب هل كل مروح محبطين؟ هل بتفكر تقدم مذكره للجنه المسابقات على وقائع الانسحابات وتكرارها؟ المفروض ان في مراقب. بالظبط. انا بقى هقول جمله ومحدش يزعل مني، وانا من خلال قناتنا دي اللي هي المنوط دي تدافع عننا. أي. والله المسؤول لازم يبقى عنده فيجن. يعني ايه فيجن؟ يعني هو شايف اللي بيحصل كده رؤيه. طب ما تعالج، هو لازم ابعت لك مذكره، ما تعالج لوحدك، لا تكرار الانسحابات كمان، لان بتهدر حقوق فرقه بتوقف الفوز عند رقم معين. طيب غيرها بياخد الفرصه دي. نخش بقى على المنافسه الحقيقيه. هو انت قلت المسار دي اللي هي توت عنخ آمون كانت توت عنخ آمون بقت مسار. ايوه بالظبط. طيب دي هنقابلها جمهوريه ولا هنقابلها يعني امتى؟ وعشان عايزين نقيم نفسنا، ما هي دي اللي بتلعب في افريقيا. بالظبط. احنا ماشيين دلوقتي اول دوري، حققنا كل المباريات انتصارات، دخل مرمانا هدف واحد، ماشيين بشكل جيد جدا، بس في مباريات بتحسم اللي هو الليفل بتاعك. احنا قابلنا الزمالك عامل فريق كويس، قابلنا الزمالك في 100 عقبه الحمد لله. انا بشوف ان المباراه دي النتيجة كانت غير عادلة، لأن ضيعنا أهداف كتير جدا، لكن عذرت اللاعيبة اللي دي أول مباراة. قابلنا تاني مباراة دجلة، ده منافس قوي جدا جدا، لأنه محقق أكتر من دوري عام تاريخ في اللعبة. لا من أعرق الفرق في اللعبة. بالظبط. تاني مباراة كان عندنا إصرار من اللاعيبة، الحمد لله قدرنا نفوز على دجلة تاني مباراة. عندي منافسين بقى هقابلهم، عندي البنك الأهلي معاه مدرب محترم وفريق يمتلك لاعيبة جيدة، عندي بيراميدز ومسار الثلاث مباريات الجايين، بيراميدز البنك الاهلي مسار. مسار ليه حسابات خاصه مع عندي كمسؤول في الامور الاداريه، وحسابات خاصه عند المدرب فنيه بيذاكر فريق مسار بشكل جيد جدا، والمباراه على ملعبنا في التجمع ان شاء الله. انت ملعبك التجمع وكل تدريباتك في التجمع. بالظبط كده. فاحنا
بندرس المنافس بشكل قوي، لانه السنه اللي فاتت محقق دوري، مادي اداء مشرف جدا وليك باسم مصر في بطوله افريقيا. فبدايه خرج سان داونز، خرج سان داونز وخسر من الجيش الملكي في السيمي فاينل. بالظبط بالظبط. فانا اللي عايز اقوله يا استاذ ابراهيم، احنا اتعلمنا كده في الكوره بقى بتاعتي انا اللي انا بلعبها اصلا طول حياتي بعيد عن كره القدم، احترام المنافس هو بدايه الانتصار. فاحنا انا بحترم فعلا فريق مسار جدا لانه يمتلك لعيبه متميزه جدا جدا جدا، لكن لكل فريق نقط ضعف. طيب بنتكلم وبنتشاور موضوع بس موضوع ازمه الاسعاف، لانه انا متوقع ان ده هيتكرر كتير مع فرق عندها ظروف صعبه. هل انت يعني في اي تحرك اداري مع لجنه المسابقات في تكرار الظاهره دي وازاي تتعالج؟ العلاج في نقطتين، تغيير اللائحه. العلاج مش من وجهه نظرك، في مذكرتك ليهم، لانه انت هتلاقي ناس كتيره مش هتجيب العربيه وتبقى 2-0 بس، فالسكور بتاعك هيفضل قليل. بالظبط، هنعمل حاجتين في غايه الاهميه وبندرسهم، واحنا كمنظومه داخل النادي الاهلي ما فيش حد بيتحرك لوحده، في ناس مسؤوله برضو عندها خبرات، بنرجع وبنستشير الموضوع عشان لما نيجي نبعت حاجه نبعتها عن درايه وعن خبره زي ما عملوا معانا في الاول في موضوع رودينا. طب انا ممكن اسالك كابتن شادي سؤال؟ هي اللائحه بتحسم بالنقاط والمواجهات ثم فارق الاهداف، ولا النقاط وفارق الاهداف مباشره؟ لا، لفرق الاهداف مباشره. يبقى يعني نقترح نخليها المواجهات، وفي حاله التساوي يبقى موضوع تاني. مباراه فاصله، مباراه ده العدل. وعلى فكره بالمناسبه انا مش هخفي على حضراتكم، الاسبوع اللي فات تواصل معايا شخصيه محترمه من وادي دجله، كابتن احمد المغربي، وقال لي على فكره احنا تناقشنا مع بعض الفرق ويهمنا جدا صوت النادي الاهلي. قلت له اتفضل تقول. قال لي لازم نغير اللائحه عشان اللائحه دي ما فيهاش اي عدل خالص، فرق بتيجي برضو بتعمل معانا كده، تلعب بعض تنسحب وتروح مباراه ثانيه تلعب. فهنا ده ظلم على الناس كلها، واتحاد الكوره احنا اللي نقرر كانديه ونقول لهم طلبنا عايزين 1-2-3، وانا يعني انا بخبرتي هيستجيبوا عشان ده الصح. فالصح ما حدش بيختلف عليه. قلت له انا معاك كنادي اهلي طالما بنتكلم في حاجه في الصالح العام بالظبط وسمعه الكره المصريه. الف مبروك للبدايه دي. انا ما بقولش يعني هتسفر عن ايه في نهايه الموسم نقيم، لكن بدايه مبشره، وكل التوفيق يا كابتن شادي وكلنا وراك. شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا للكابتن شادي محمد مدير الكره النسائيه في النادي الاهلي. واعتقد ازمه في سياره الاسعاف يعني قابل للتكرار، لانه في اشتراطات كتيره. ايه اللي هيحصل في مشكله الاسعاف بعد الفاصل؟ اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن في الفاصل القصير ده تواصل معانا الكابتن عامر حسين عضو مجلس اداره اتحاد الكوره والمشرف على قطاع المسابقات في الاتحاد، والحقيقه افاض في بعض الشرح لمشكله الانسحابات اللي حاصله دلوقتي. فكره تغيير اللائحه اثناء الموسم، طبعا انا متفهم ان ده قانونا ما ينفعش، حتى لو الانديه عندها الرغبه ده يبقى قبل بدايه الموسم. اللائحه اللي الموسم بدا بيها قانونا لازم أن ينتهي بيها. عشان كده هو قال ان احنا لغينا فكره المواجهات المباشره ورحنا على طول بعد النقاط لفرق الاهداف. هو متفهم انه في حالات انسحابات كتيره. وجهه النظر اللي شويه عمليه انه اللي بينسحب قدام الاهلي بينسحب قدام مسار مثلا او توت اللي هي الفرقه الكبيره. طب عايز يقول ان كده المساله ايكوال او متكافئه شويه. ولو ما انسحبش؟ طيب افرض ما انسحبش، مسار او توت هيكسبوا كتير، طب ما الفرصه متاحه لوادي دجله او غيره من الانديه ممكن تنافس. طبعا احنا متفاهمين انه رقم واحد دي لعبه جديده، نشاط جديد لكره القدم، دخول الاهلي والزمالك كفرق شعبيه خلت اللعبه نفسها اون سبوت والدوري بتاعها متابع، فبقت المساله محل اهتمام. المشكله الجديده فيما يخص مرفق الاسعاف، هم قالوا انه النادي اللي تتاخر عربيه الاسعاف بتاعته لو قدم الايصال بتاع ان هو حجز العربيه من مرفق الاسعاف، لو قدم ايصال الدفع
مع مرفق الاسعاف تعاد المباراه. طب النادي الثاني ذنبه ايه؟ النادي الثاني اللي هيضطر بعد ما لعبته وعسكره في مكان او سافروا او تعاد المباراه بالايصال. هنا يخلينا يا باشمهندس قضيه الاسعاف في الملاعب، لانه انا متاكد دي ازمه هذا الموسم، بالذات مع التشدد في انه ما فيش مباراه الحكم هيصفر الا في التعليمات اللي طلعت عربيه الاسعاف تكون موجوده فيها جهاز انعاش القلب الرئوي مشحون، يعني يتاكدوا انه كمان بيشتغل، ودي ما اعرفش عمليا اختصاص مين، اكيد اختصاص الفريق الطبي هنا وهنا. ورقم ثلاثة لازم يبقى فيه مسعف والاسعاف جاهزه للحركه، يعني فكره ان عربيه مركونه مش هتشتغل او مش هتتحرك، اشتراطات الفنيه للعربيه وللاسعافات اللي فيها شرط لبدء المباراه. طيب انت بعيدا بقى عن مسابقات السيدات وان الازمه انفجرت بمناسبه مسابقات السيدات، اما مساله ان ممكن يسحب قدام نفس الناديين ده مش مؤكد. وخلي بالك لو في هبوط وصعود المشكله هتبقى اصعب لا اخطر وفيها تلاعب. لكن انت بتتكلم على اشتراطات صعبه جدا والاتحاد ملزم ان ياخدها نتيجه تكرار ظاهره يعني لا لا يعني اللي ما بنحبهاش ولا نتمناها لاحد، ان اللعيبه بتفقد حياتها دون الاخذ بالاسباب في اسعافهم. لان العمار بيد الله في الاخر. يعني ممكن تعمل كل ده ويسبق قضاء الله كل الارادات. ولكن بتبقى عملت اللي عليك. فالنهارده الخطوره مش سيبك بقى من السيدات ده بشكل عام. في كل المسابقات خاصه في الدرجات الاقل. يعني ابعد على الدوري الممتاز بقى، انزل بقى تحت شويه لما الامكانات تقل، سواء في انديه المحافظات او مسابقات اقل. ما هو انت مش هتنقذ الممتاز وتسيب المحترفين او الدرجه الثانيه او الثالثه، هتبقى اشتراطات عامه. وهي اشتراطات عامه ومهمه. انا رايي ان يعهد الامر الى اتحاد الكره وتخصم المصروفات من نادي المنظم. كده مصروفات الفريق الضيف، مصروفات الاسعاف. احنا دلوقتي القضيه بنحل مشكله الاسعاف عشان نضمن، وانت بتعمل طاقم التحكيم بتاع بتتفق مع هيئه الاسعاف، بتدي لها الجدول وبتقولها مصروفاتكم ايه، 1 2 3 4 وتفرض على الانديه، بحيث ان ما يبقاش في نادي ده قراره. ده اول اقضي على المشكله من منبعها. طيب رحمه الله على محمد شوقي لاعب كفر الشيخ اللي وفاته المنيه لما سقط في مباراه لفرقته في الدرجه الثانيه او الثالثه، ونقل للمستشفى وتوفاه الله. الف رحمه ونور عليه. وانا يعني اعتقد انه في مبادرات كتيره من انديه الدوري الممتاز في التكافل الاجتماعي مع اسرته. هنا المشكله بس الخاصة بتوفير الإسعاف والمسعفين في الماتشات. إحنا بنتكلم وأنا سمعت المداخلات الكتيرة لكل الأطباء المسؤولين بما فيهم الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية أو المشرف العام على اللجان الطبية الرياضية، والأستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. الكل هنا بيتكلم على مفيش ماتش هيتلعب لا في الناشئين ولا في الدرجة الثانية ولا الرابعة ولا في مراكز الشباب بدون وجود عربية الإسعاف. الأندية الغلابة بدأت ما عندهاش فرصة أو إمكانيات حتى تكلموا كده، ما عندناش إمكانيات ندفع 1000 جنيه كل ماتش لعربية إسعاف. فبدأت الناس تتحايل إنه تجيب عربية نقل الموتى ويكتبوا عليها بأزرق إسعاف. وحالات أخرى اكتشفوا إن العربية فاضية لا فيها لا جهاز ولا مسعف، بس حطها ديكور أو شكل ده اللي بقوله لغاية الحكم يبدأ المباراة. هنا الاشتراطات اللي قالتها إدارة المسابقات في الرابطة فيها فقرة أخيرة أنا في رأيي إن ده الحل، لأنه إحنا مش بنتكلم على الكورة بس، ماتشات الكورة اللي بتتلعب يا باشمهندس في السنة في كل الدرجات والأعمار تصل من 10 ل 15 ألف مباراة.
فانت مش هتلاقي مرفق اسعاف يغطي هذا العدد الكبير. ثانيا مراكز الشباب الفقيرة هتعمل ايه في الفلوس ديت؟ رقم ثلاثة، واحنا الخطر بس اللي لعبت الكرة؟ ما انت عندك في السلة والطايرة والالعاب النزال وكل المنافسات مؤكد ان الخطر موجود. البند اللي اشاروا اليه في الاخر كنا اتكلمنا فيه باقتراح قبل كده، طب هو انت لو لقيت عربية ممكن ما تلاقيش الطريق سالك وممكن ما توصلش للمستشفى بسهولة، توصل للملاعب تبقى مجهزة. كل ملعب يتلعب فيه ماتش اوضة بس يتحط فيها جهاز انعاش قلب رئوي، والدكتور حازم خميس قال ده كله باربعين الف، ويبقى فيه مسعف او فيه طبيب طوارئ متخصص. يعني على فكرة بس عايز اقول لك حاجة، انا ما اعرفش الماتش بتاع انبي بيتلعب على بتروسبورت ولا كان بيتلعب فين. اذا كان في بتروسبورت انا لما كنت هناك مسؤول. لا ده في مركز طبي قوي جدا 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 في الاستاد ده. اذا بدل ما نتكلم في عربيه وتكاليف ومرفق الاسعاف، لانه برضو الناس معذوره في وزاره الصحه لان عندها التزامات اخرى، ما في برضو حالات طوارئ في الشارع بتحتاج لاسعاف، ليه ما يبقاش كل ملعب او كل مركز شباب او كل استاد هيستقبل مباراه الحكم يتاكد او المراقب يتاكد قبل ما ينزل الملعب الأوضة الطبية اللي موجودة فيها طبيب مختص بحالات طوارئ؟ أعتقد أي نادي أو مركز شباب لو جاب دكتور لمدة الساعتين بتوع المباراة الأزمة محلولة. وإذا اقتضى الأمر النقل بقى ده حاجة تانية. أستدعي أنا الدكتور بعد ما يعمل الإسعافات الأولية في المركز، لأن أنت سهل تحط أنبوبة أكسجين وتحط كل الاشتراك كل اللي أنت عايزه في ملعبك في مركز طبي، وهيخدم السلة والطايرة واليد وكله. وأنا شاهد على هذا. كان موجود حتى على مستوى العضوية. كان موجود على حمامات السباحة وفي النادي موجود وكان الأهل. موجود في الاستاد. كل الملاعب وده الحل بقى، لأن لما توجد في الصلاة وفي الاستادات وفي كده أنت غطيت كل الألعاب. ومفيش مانع أن يبقى في 1000 جنيه تطلع للدكتور المناوب أو الطاقم المناوب. بالظبط، أنت سهل جدا. أول حاجة في مواجهة السقوط المفاجئ لابد من تدريب الكل على الإسعافات الأولية، تدريب كل العناصر اللي في الملعب حتى اللعيبه، لانه ممكن واحد يقع فجاه، لابد انك انت اللاعب زميله اللي جنبه يبقى عارف يتصرف ازاي. لا يا استاذ ابراهيم انا خطوره. لا يعني التكدس من اللاعبين في ثانيه في اطقم طبيه تنزل بسرعه مش هتاخد 10 ثواني. اذا احتاج الامر نقل بدل ما اتكلم على اسعاف ويطلع والمستشفى بعيد واصل الطريق واقف وكل هديه اجراءات تعرض الحاله للخطر. طب ما انت جنبك في الملعب جنب اوضه اللبس اوضه مجهزه، لو حاجه احتاجت انك تنقله للمستشفى انقله بقى للمستشفى، بس على الاقل بعد الاسعافات الاوليه والافاقه. فاعتقد هنا ده حل سريع. هنا مسؤوليه المؤسسات الرياضيه بدءا من وزاره الشباب للاتحادات المختلفه وكره القدم تحديدا، انها الملاعب لازم تجهز كده، والملعب اللي مش مجهز كده ما تلعبش عليه. ايوه، ملعب لمركز الشباب سهل جدا، الاوضه اللي جنب اوضه اللبس تبقى مخصصه للغرفه الطبيه، لان انت برضه ما بتتكلمش على الجمهور على اللعيبه بس، ما في حالات الجمهور نتيجه الازدحام والتكدس حد بيقع، فعلى الاقل حد يعرف ينزله على طول لاوضه العياده. انت عارف الحل ده ممكن لو تعمم هيساهم في خدمه المواطن العادي. مركز شباب لا في المركز ده موجود، واحد مواطن عادي جرى له حاجه، شباب بيلعبوا كوره، ها فاهم قصدي ايه؟ يعني مش ضروري ماتشات، ده مهم جدا، والوزاره تقدر تعمل ده. اتمنى انه الحل العملي لكل الالعاب عشان نواجه المساله، انه خدوا بالكم الكل بيتكلم على كره القدم والكل بيتكلم على الدوري الممتاز، انديه الغلابه ما عندهمش ناس كتيره اشتكت قال لك هنجيب منين ندفع فلوس للاسعاف، لا خلاص ساعدوا على انه يجهز اوضه فيها شيزلونج طبي وفيها انبوبه اكسجين وفيها جهاز انعاش، يبقى ده موجود عهده في النادي. على الاقل يبقى هيخدم كل الالعاب، هيخدم الاعضاء والشباب اللي بيلعبوا، وانت ضمنت هتخفف شويه حده المشكله. ونبعد بقى عن فكره عربيه نقل الموتى او عربيات الاسعاف والعربيه ما جاتش والحجز والضغط على مرفق الاسعاف. اتمنى انه ده حل عملي يلقى سرعه التنفيذ ان شاء الله، خاصه انه موجود في الاشتراطات بتاعت رابطة الأندية. ده فيما يخص أزمة الإسعاف اللي فجرتها الكرة النسائية، واللي أعتقد
هتتكرر كتير للأسف السنة دي، لكن ربنا يحفظ الجميع. وتاني وتالت ورابع التدريب على الإسعافات الأولية وتأهيل الكوادر الطبية لمواجهة المشاكل ينقذ أرواح ناس كتيرة، خاصة في الغلابة اللي انتوا شفتوهم في الأقاليم وراح ضحيتهم محمد شوقي عليه رحمة الله. بمناسبة التعليمات والاشتراطات، كان في مؤتمر مهم في النادي الأهلي النهاردة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر الكونفرنس زوم فيما يتعلق بكل نواحي التنظيم لبطولة الانتر كونتيننتال ومباراة الأهلي على كأس التحدي في الدوحة يوم 14 ديسمبر إن شاء الله. حضر طبعا المسؤولين على هذا المجهود في النادي الأهلي. ورشة عمل تمت مراجعة كافة الضوابط التنظيمية والإدارية الخاصة ببعثة الأهلي اللي اشتملت على الإقامة في الدوحة، ملاعب التدريب بعد وصول البعثة إلى قطر، موعد التدريب على ملعب المباراة، الزي الخاص بالنادي الأهلي. تقرر أن الأهلي هيلعب مباراته في كأس التحدي بالفانيلا الحمراء التاريخية بتاعته والشورت الأبيض، لكن إذا تأهل للفاينل بإذن الله تعالى هيلعب ريال مدريد. الأهلي هيبقى مضطر يلعب بالفانيلا الحمراء لكن يغير الشورت عشان شورت ريال مدريد، ده في حال التأهل بإذن الله تعالى. طبعا مع كل المجتمع الاجتماع هو المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق المسؤول دايما عن الاتصالات الخارجية بالفيفا وبكافة الهيئات الدولية أشرف على ورشة العمل اللي حضرها باشمهندس كوادر من كل التخصصات في النادي. الخبر طبعا بيعمق ويزيد من خبرات النادي الأهلي وبينقل للعالم كله إن إحنا جاهزين عند الطلب باستمرار. هنشوف تمثيل مشرف للنادي الأهلي على المستوى الإداري، طبعا المستوى الفني بنتمنى أن نتجاوز التمثيل المشرف إلى النتائج الجميلة الناجحة ونعمل بصمة يتذكرها الجميع بإذن الله. طيب النادي الأهلي كمان وجه التهنئة الواجبة لجماهير الكرة في السودان ولأسرة كرة القدم في السودان، لأن الحقيقة صقور الجديان عملوا حاجة كبيرة قوي برغم الحالة الصعبة اللي بيمر بيها السودان الشقيق والحرب المفروضة على السودان وحالة الشتات اللي فيها لاعبوا المنتخب السوداني ويلعبوا مبارياتهم في الخارج تحت وطأة كل هذه الظروف الصعبة. باشمهندس، تمكن صقور الجديان من التأهل لنهائيات الأمم الأفريقية في المغرب بعتقد بتحديات كبيرة. بص، أي فريق في المنطقة دلوقتي أي عربي تحديدا أو حتى آسيوي المنطقة كلها ظروفها مش طبيعية. أي تحديدا السودان وما تشهده أيوه. يعني ما احوجها الى هذه اللقطات المشرفه. ايوه اللي يوصل ان كمان المنتخب السوداني يعني يرشح لواحد من افضل المنتخبات في افريقيا. وطبعا موضوع نتائجه المرتبطه بظروفه في الحسبان عند تقييم الاتحاد الافريقي. كل التهنئه لأشقائنا في السودان، كل الأمنيات الطيبة أن يحقق المنتخب السوداني أحلام جماهيره، لأنها تخيل كرة القدم لما تصبح اللي بتهون على الشعوب دلوقتي مصاعب لا يتحملها أحد. أي. يعني الدنيا حوالينا ملتهبة 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 في كل الأصعدة، فلما تلاقي نتائج في سوريا، ما تلاقي نتائج في لبنان، ما تلاقي نتائج في العراق، ما تلاقي نتائج طبعا في السودان، كل ده فلسطين، كل دي حاجات يعني بتدعوك إلى السعادة وإنك أنت تتمنى الخير ويعني تدعو لأشقائنا بكل نجاح. يا رب يوفقهم في خطاهم. مبروك للسودان، مجرد الترشح ضمن افضل المنتخبات فخر عظيم جدا، وباذن الله يحققوا خطوات اهم. كل التهنئه للاشقاء الحقيقه، وربنا يزيل هذه الغمه عنهم باذن الله تعالى. يا ابو الكباتن، ارجوك لا تتوقف. كابتن احمد سليمان
عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المشرف على الكرة في نادي الزمالك. من حق الراجل يعبر عن أي آراء تخصه فيما يخص لاعبيه. من حقه يقول ما يمكن أن يرفضه الجميع، خاصة فيما يتعلق باستدعاءات اللاعبين الدوليين للمنتخبات أثناء الأجندة الدولية، وهو بالمناسبة أمر لا يملكه أي نادي. وفقا لقواعد الفيفا لا يملك أي نادي حجب لاعبيه الدوليين عن منتخبات بلادهم في الأجندة الدولية، وإلا يبقى فيها عقوبات كبيرة. لكن ما علينا، كل واحد من حقه يقول ينفذ أو ما ينفذش، ده أمر يخصه. لكن الحقيقة لما الأمر يطال لاعب النادي الأهلي أو مواقف النادي الأهلي، هنا يا باشمهندس أعتقد لابد من أن احنا كمان نتوقف. من الذي قال تحدث حتى أراك؟ أرسطو. أرسطو. فيلسوف. جملة قالت كلمني حتى أراك. كلمني حتى أراك. اتكلم. احنا مش عايزينك تتوقف. انا مش بس عايز أراك، انا عايز أرى محتواك. لأنك الحقيقة ربما أبلغ رد وأكبر عقاب لإنسان بيتعمد يسيء إلى كيان محترم وإلى مناخ محترم بالباطل وبالتعمد أن تدعو يتحدث ثم يتحدث ثم يتحدث أمام الرأي العام. مش أنت ساعتها مش محتاج تلومه أو تعاتبه أو ترد أو ترد. لأن مش أوراق التوت، كل الأوراق سقطت. تحدث يا صديقي ولا تتوقف، هذا ما أتمناه لكل ما تجاوز في حق النادي الأهلي. وكفاية بقى، أنا قلت لك إيه الفوضى اللي الهدامة بقى، مش هدامة ده تصل إلى حد الجريمة. وصلت لمحل مرعبة، حافة الهوية، فوضى مرعبة نتيجة إيه؟ هذا النوع من يعني أنت مسؤول، كلمتك بقى بتسمع قوي، بتاخد الناس في صفك او في او ضدك حتى. ما هو ده نوع من الشحن، انك تستفز الناس تبقى ليها مواقف يعني متحفزه ضدك، ده مش كويس. وان يصبح الامر بشبه العمد انك تقول انت عارف ان الكلام ده هيعمل ايه ويؤدي الى ايه وتستمر فيه وتعلي على نفسك. عمال بتعلي عمال بتعلي لدرجه بيعلي على زمايله دلوقتي. والتسريبات كلنا سمعناها. واخد بالك؟ فاحنا يا استاذ ابراهيم، لا، كل ما نشيل النادي الاهلي ارجوك لا تتوقف. طيب كابتن احمد سليمان كان والكابتن سيد عبد الحفيظ مع الزميل مهيب عبد الهادي، وهنا كانت هذه المساله. نشوف لو عصام الحضري انا كنت ممرنه ايام طردلي. ما ارتاحش، كان معايا نادر السيد وكان معايا عصام وكان معايا عبد الواحد السيد، بنعمل تقسيمه قبل الماتش. وكان عصام بيلعب ماتشات، نادر السيد وقف تقسيمه وعبد الواحد لعب التقسيمه، عصام الحضر زعل خرج قال لك انا معتذر عن منتخب مصر، معتذر عن منتخب مصر. واخد بال حضرتك؟ ولا تعاقب ولا اي حاجه، وفضل في نادي الزمالك في نادي الاهلي سنه ما بيجيش منتخب مصر، وبيلعب ماتشات الدوري مع الاهلي وبيلعب ماتشات افريقيا مع الاهلي، وفي لعيبه محترفه بتعتذر عن منتخب مصر. لكن اللي حدث النهارده مع لعيبه الزمالك مش عاديين. طبعا الماتش لسه خالص من شويه. ايوه حسام عبد المجيد لعب ناصر، لعب تلت ساعه ونصر ماهر، بس هو نصر ماهر لعب الماتش اللي فات، لعب الماتش ده. واخد بال حضرتك؟ فعنده عواد ما يلعبش ليه عواد؟ ليه قول لي انت النهارده بما انت بقى بتحرق ايه عواد ليه ما يلعبش؟ راجل واخد بطوله افريقيا واخد بطولتين قاريه ما يلعبش ليه؟ عمر جابر ما اتخدش ليه؟ انت واخد من انديه تانية اتنين في مركز واحد. لو كان كده خلاص خلي اللي انت شايفه صح ينفع خليه. طيب ايه رايك يا كابتن سيد في الكلام ده؟ طيب ماشي، انا سبت كابتن احمد يتكلم طبعا، لكن طبعا انا اختلف معاه في كل حرف مش في كل جمله، اختلف معاه وده اختلاف طبيعي جدا. اولا احنا في فرق شاسع ما بين اعتذار الافراد واعتذار مؤسسات. اما لعيب عند الزمالك مثلا زيزو، انا اعتذرت دوليا، انت حر في قرارك، انت حر في شخصك، لكن المؤسسه والنادي من حقها ابدا 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 انها تمنع لعيبه غير في الاجنده الدوليه. في ظل اللوائح والقوانين، لكن في اجنده دوليه هتمنع؟ دي ما حصلتش ابدا. في لعيبه محترفه ما جاتش في اجنده دوليه.
بس بص انت من اول يوم كاداره فريق ما تمش اختيارها انت في اول يوم كاداره فريق في لعيبه دوليين ما جوش انا عشان اكمل الفكره بس عشان اكمل الفكره سيبني بس اكمل انا سايبك والله انا سايبك ففي فرق شاسع ما بين اعتذار المؤسسات واعتذار الافراد عصام الحضر لما يعتذر ان هو مش هيجي المنتخب زي عبد الله سعيد معتذر دوليا تمام ركز معايا مهيب الله يخليك معاك والله معاك ان عبد الله سعيد مثلا اعتزل دوليا هو حر هو شخصه اثنين من حته واحده يعني لو حضرتك بتقصد الشناوي و ما بتكلمش على النادي انا بتكلم على لعبتنا هم الاثنين اللي في مركز واحد على لعبتنا لا حضرتك قلت اثنين في مركز في مركز واحد هو الشناوي ومصطفى شويه عمر جاي عمر كمال واسمه ايه ده مين تاني من توفيق اللي مش كانوا الاثنين كانوا موجودين لا اكرم توفيق ما كانش موجود فلو اثنين تقصد شوبير والشناوي اصلا عواد ما لعبش غير الثلاث ماتشات اللي فاتوا احنا مش هنضحك على بعض عواد اصلا ما كانش هيلعب من بدايه الموسم ده اللي بدا الموسم محمد صبحي يعني انت لو هتقيم عواد ان هو عمل يعني صبحي ما لعبش مكمل اكمل بس يا كابتن بس ازاي بس مين كابتن صبحي ازاي يا كابتن رجا بس صبحي لعب بشوط التكيني ازاي بس شورت لعب شورت التكيني هو عواد لعب يعني اخر ثلاث ده لعب بالصدفه يعني. يا سيدي ده لعب بالصدفه ده لعب السوبر الافريقي ده اللي كان هيلعب في حاجه اسمها جول بالصدفه يا كابتن سيد لعب يا كابتن يعني قمه ما بيريح ولا لعب ثابت يا جماعه اكمل بس اكمل صبحي لعب مين اللي لعب يا كابتن بس اكمل الفكره لا ما هيخلص انت دلوقتي بتكلم في موضوع انا اكمل الفكره بصني انا دلوقتي لازم ارد فيك هترد اكمل الفكره هترد خليه يكمل صبحي لعب ماتش الشورت التكيني رايح جاي اذا انت بدات الموسم بصبحي عواد ما كانش في الصوره خالص في ماتش السوبر الافريقي اتصاب لعب عواد لو انت بتقيم عواد في الثلاث ماتشات دول ده شوبير النهارده مرشح ان هو يبقى احسن جول في افريقيا بالظبط احسن لاعب واحسن حارس محمد الشناوي محمد الشناوي احسن جول في برضه انت مواجهه اللي اتكلم على اكمل بس اكمل بس اكمل دي كل اللي انت عايزه ممكن تكون في عمل احسن جول في افريقيا انا مش شفته يعني ما شفتش مصطفى الشوبير اللي عمله عشان يكون احسن جول في افريقيا ازاي بس حضرتك ما شفتش افريقيا شافت حضرتك ما شفتش ممكن يبقى عندك شغل كان في مجله عملت مجله تسع مباريات كان مجله مصريه بس ده مجله مصريه يا كابتن سيد يا كابتن ازاي بس يا كابتن مهيب يا استاذ مهيب اتفضل هحكي لحضرتك موقف انا ومنتخب مصر طب كابتن مهيب اهم مهيب بس اكمل فكرتي بس يا كابتن حضرتك قول لي طب خليه يخلص بس يرد يرد كلامه في الجزئيه دي فواحد مرشح انه يكون احسن جول في افريقيا اوكي وواحد ما بداش الموسم اصلا لعب ثلاث ماتشات وعلى فكره مش عايز اقول اكسفه حقه يعني هو عمل الثلاث ماتشات كويسه يعني كابتن حسن شحاته لما اختار الجوهر لما اختار سوري عصام الحضري ان هو يلعب وكانت على رغبه الاهلي خالص هتشكل معاه خالص على غير رغبه على غير رغبه الاهلي خالص أيوة. اوكي طبعا هنناقشها كقضيه أيوة. كابتن سعد رد طبعا راجل معلوماتي محترف ومحترف وشاهد على العصر لكن يعني اللي قال المحامي ما يقدرش يقول اسرار موكله والدكتور ما يقدرش يقول اسرار مريضه هو المدرب المفروض يطلع يقول اسرار لعيبه وبعدين انت وقتها كنت بتعمل ايه لما انت شفت الكلام ده انت مسؤول ما اقترحتش ان يتعاقب ليه ما هو في فتره طويله كان مدرب حراس منتخب مصر على نفس الافراد اللي بيتكلم عليهم فدي واحده سيبك بقى من الناحيه الايثيكلي يعني او الاخلاقيه او الواجبه يعني هناخدها من ناحيه الموضوعيه كابتن سيد قال لك كلام لا يحتمل الفصال انا لعيب مش عايز اروح منتخب مصر انت حر انت بقى كراجل مسؤول في منتخب مصر من حقك انك ما تاخدوش مهما كان تاثيره اصل قماشه منتخب مصر يا استاذ ابراهيم واسعه والفوارق مش هتكون لدرجه ان اللعيب اللي ما يجيش هيعمل ايه على مستوى العالم اي و و و و و و و يعني احنا وصلنا نقول الحمد لله ان محمد صلاح ومرموش ما جوش عشان الملعب وحش فالناس تانية تتعاور زي بعضه يعني الدنيا في حالة سهولة وانسياب وتسيب في المفاهيم الرياضية غريبة جدا طيب أنا بقى كمؤسسة لما أخد إجراء عقابي ضد المنتخب ده موضوع تاني خالص أنا كمؤسسة باخد إجراء عقابي يعني أنا كنت أفهم إن أنت المنتخب خد لعيبتك لعيبة وهي مصابة فتفاقمت الاصابه وانت حذرت من الاصابه فتقول انا مش هبعت لعيب مصاب بعد كده محدش يقدر يقول لك انت غلطان انما انك انت تقول انت مهمش لعيبتي ليه حتى لعيبتك اللي بتروح منتخب عايز تصدر لها المظلوميه عايز تصدر لها عدم الاريحيه وهم في المنتخبات ايه ده طب ما انا حسين الشحات وانا شايفه واحد من اهم لعيبه مصر ان لم يكن اهمه
اقول بقى انت عشان ما خدتش حسين الشحات، انا مش هبعت لك لعيبتي، مش بس حسين الشحات انا بديله، اديك مثل يعني. وفي وقت ما كان محمد شريف في عزه وهو ده في الدوري مع كابتن قفشه وهو في عزه ومكسر الدنيا، وكيروش ما خدهمش او خدهم وهمشهم. هذا الكلام قد لو انت كمسؤول في نادي ما تحبوش وما توافقش عليه وشوف انه محبط. ده انت من زاويه تانية لو خد منك 7-8 لعيبه وعندك ماتشات مهمه تقول ايه ده انت بتاخد لعيبه طريقه، يعني شيء وعكسه شيء وعكسه. فانا رايي ان الكلام ده يعني اترد عليه بشكل جيد، ونحن نناقش هنا مش بنرد على الكابتن سليمان بقدر ما بنرد على الموقف نفسه والموضوع. طيب الموقف نفسه والموضوع في 5-6 نقاط جوهريين ما يتهوش من الناس. النقطة الأولى إن الكابتن أحمد سليمان بيتكلم غلط. معلوماتياً وكمعرفة بيتكلم غلط. وأنا مش قادر أفهم هو عايز إيه. عايز لعيبة الزمالك تروح ولا ما تروحش؟ لأنه في الوقت اللي بيتكلم إنه ما خدتش ليه عمر جابر؟ قال لك ما انت خدت محمد شحاته واتعور بعد 3 دقايق. طب التعويره مسؤوليه مين؟ يعني خدوا بالكم ده راجل مدرب. التعويره في الملعب هو حسام حسن او جهاز المنتخب مسؤول عن ان اللاعب اصيب؟ يعني انت عايز تقول ان المنتخب اضرك. رجع قبل كده من الكاس الامم الافريقيه للاهلي اكرم توفيق برباط صليبي. الشناوي قعد يجي 6 شهور بخلع في الكتف. وسام امام عاشور وسام ابو علي اهو مع منتخب فلسطين، الراجل راجع مصاب. وخد بقى ممكن اعدد لك لسته في العياده طويله قوي للاعبي النادي الاهلي اللي اصيبوا مع منتخبات بلادهم، واخرهم اشرف داري المغربي وهو بيسخن مع منتخب المغرب. يملك الاهلي يقول او يملك اي حد عاقل ما وديش لعيبه المنتخب عشان بيتعوروا؟ طيب انت زعلان ان محمد شحاته اتعور وزعلان ان عمر جابر ما راحش. افهمك ازاي بقى؟ انت عايز ايه؟ النقطة التانية انت بتتكلم حتى من ناحية المعلومة غلط، انه واخد 2 في مركز واحد من فريق واحد والتلقيحة هنا على الاهلي، فبيقول له يعني الاتنين حراس المرمى، يقول له لا ما في عمر كمال عبد الواحد وتوفيق، واكرم توفيق مش في المنتخب خالص. فحتى من حيث المعلومة كابتن احمد مش جاهز انه يتكلم بطريقة بالشكل ده. انما الجزئية بتاعت بقى ده يعني ده اللي لا يليق بيه ابدا الحقيقه، انه عايز يقلل من اختيار مصطفى شوبير. خدوا بالكم حاجه، كابتن احمد سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب، يعني المفترض على بينه بكل حاجه. ما هوش عارف ان مصطفى شوبير عمل ايه، يقول له عمل ايه عشان يتاخد. وبعدين لما يتقال له ده مرشح لاحسن حارس في افريقيا يقول لك اهي مجله. يعني الاتحاد الافريقي باستفتائه بالموقع الرسمي بتاعه، يا راجل ده انت زيزو نجم الزمالك مرشح للجائزه دي مع شوبير مع شوبير وحسين الشحات، يعني مجله ايه؟ لا يكون فاكر ان الكاف دي مجله. الكاف ده اختصار الكاس الاتحاد او الاتحاد الافريقي لكره القدم. ما احنا بقينا في مشكله بجد والله. انما فكره هو مصطفى شوبير عمل ايه وانت مدرب حراس مرمى، ده عيب، ده عيب بجد. لانه مصطفى شوبير ارقامه اللي اهلته انه مش بس يبقى مرشح لاحسن حارس مرمى في افريقيا، لا ده كمان تخطى الحته دي وبقى مرشح لاحسن لاعب في افريقيا. فحرام عليك بجد، حرام عليك نفسك انك ما تبقاش عارف انه مصطفى شوبير ارقامه تقريبا تعجيزيه. في 9 ماتشات مصطفى حافظ على نظافه شباكه 9 مباريات، يعني عمل كلين شيت يا ابو الكباتن 9 ماتشات. انت عايز ايه تاني؟ الحارس الوحيد في تاريخ دوري ابطال افريقيا اللي توج باللقب من غير ما يستقبل هدف. انت متخيل الرقم عامل ازاي؟ حارس بيفوز مع فرقته بدوري ابطال افريقيا. عارف يعني ايه دوري ابطال افريقيا؟ هي بطولة الاهلي المفضلة والمحببة، بس كان بيلعب من غير ما يستقبل هدف واحد. هو كان بيلعب مش مكان هو الحارس الاساسي، هو كلين شيت في 9 ماتشات.
تاني اكتر من حافظ على نظافه شباكه بعد امان الله مميش حارس الترجي التونسي. اكتر حد له تصديات 29 تصدي منها 17 داخل منطقه الجزاء. للعلم في عام 2024 اللي قرب ينتهي، عشان انت زعلان انه حسام حسن لاعب شوير ما لعبش محمد عواد، طب انا هاجي لك احط لك وانت مدرب حراس مرمى او هكذا المفروض كان. عواد ومصطفى شوبير في ميزان فني، ايه رايك؟ واشوفك لو انت مدرب كنت هتختار مين؟ لانه للاسف الامور مشيت في سكه ان حسام حسن جامل مصطفى شوبير. لا، مصطفى شوبير حقه يلعب اساسي بدون اي حاجه، لانه لما احطه لك هو في الميزان الفني ابو الكباتن مع محمد عواد الاقي في خلال 2024 بقى مش بطوله واحده 14 مباراه لمصطفى شوبير نظافه شباك، عمل كلين شيت في 14 مباراه. محمد عواد لعب 19 مباراه منهم 7 فقط كلين شيت، يعني نصه. يعني عواد بخبراته وباسمه والطبل اللي شغال ده كله نصف هذا الشاب الحارس. في نقطه مهمه يا ابراهيم، ان عواد ما عندوش محمد الشناوي وفرقته. طبعا. يعني هو لعب 19 وده لعب 14 وعنده كابتن الشناوي. يعني هيعمل ايه طيب؟ فكره ان اتنين حراس من نادي واحد، اعتقد انت كنت فاكر انه ثابت واكرامي حارسي المنتخب على طول. فكره ان الحارس يا ابو الكباتن، ما انا بقول لكم الكابتن احمد سليمان ما كانش مؤهل انه يتكلم خالص بجد، يعني لانه لو تذكر هيلاقي وهو بيدرب المنتخب مع الكابتن حسن شحاته حارس الاهلي عصام الحضري اللي بيلعب، هو نفسه ابن الزمالك ما كانش يقدر يفرض عبد الواحد السيد او غيره. بل انه الفرق بقى بين حراسه مرمى المنتخب والنادي مع الكابتن الجوهري فيما يخص النادي الاهلي، كابتن ثابت الله يرحمه كان الحارس الاساسي في النادي، والكابتن جوهري كان بيلعب شوبير. لولا ان الكابتن ثابت لعب كاس الامم الافريقيه 90 في الجزائر مع الكابتن هاني مصطفى، لولا ان الكابتن جوهري ضمه لكاس العالم، واللي اصغر منه سنا كابتن احمد شوبير هو اللي كان اساسي في المنتخب. بل انه كابتن جوهري ما يتعلق بالزمالك يا كابتن احمد، طب اقول لك حسين أنا السيد كان حارس الزمالك الاساسي، بما انك والجوهري في المنتخب بيلعب نادر السيد. ده انا هقول لك حاجه، يعني فايسا لما جه قال لي كابتن ثابت البطل الله يرحمه كان بيلعب كابتن شوبير، فقال له انا موقفي ايه؟ قال له لما دلع حارس المرمى الاساسي في المنتخب انا لازم العبه، عايز تقنعني وريني هتعمل ايه في التدريب. ابتدى فايس يقتنع بالكابتن ثابت، اذا الكابتن ثابت في النادي الاهلي كان بيلعب وكابتن شوبير هو اللي كان بيلعب في المنتخب كاساسي، وحسين السيد كان بيلعب في الزمالك ونادر في المنتخب. هذا يحدث هذا يحدث عندما تتقارب المستويات. طيب، محاولة التقليل من فكرة مصطفى شوبير وإنه كابتن حسام اداله وليه ما اداش لعواد، وبعد كده ملاعبتنا بتتعور، ما كنتوا سبتوا لنا، طب ما هو ناصر ماهر بيلعب، طب ما لو راح معانا ليبيا كان هيجيب لنا فلوس أكتر، بقول لك مالكش ماسكة يا أبو الكبات. أجي لك كده ألقاك هنا، أجي لك هنا ترجع لهنا. المهم الاعتراض على الأمر الواقع، لكن هنطلع لفاصل واشوفك هتيجي فين كمان. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه بحاول اشوف الكابتن احمد سليمان عايز ايه. انت عايز لعيبه الزمالك تروح المنتخب وتلعب، ولا تروح وما تلعبش، ولا تلعب فتتصاب، ولا عامل لنا مشاكل الجهاز والاختيارات. لكن ما يتعلق يا جماعه، وهنا انا ما زلت بتكلم على الكابتن احمد سليمان مدرب حراس المرمى للمنتخب الوطني السابق، لما يكون الامر الراجل مستقل باختيار مصطفى شوبير المرشح كافضل في افريقيا من قبل الاتحاد الافريقي، فيبقى مستقل عليه كده
يرد الزميل ابراهيم عبد الجواد. وانا ليه بقول لكم ابراهيم عبد الجواد؟ لان الامر في قناه الاهلي ممكن يتفهم ان ده طبيعي، هندافع عن ولادنا وعن لاعبتنا وده امر طبيعي رغم وضوح الحق والبيان. لكن القناه الناقله للدوري الرسميه وبرنامجها مع الزميل ابراهيم عبد الجواد، نشوف ناقش راي الكابتن احمد سليمان عن مصطفى شوبير ازاي. اللعيبه بتعمل لقطات، ففي مسؤولين بيعملوا لقطات عشان الجمهور يقعد يسقف، وما هوش الجمهور الحقيقي، لان الجمهور الحقيقي عمره ما هيقول ان الراجل ابو 24 سنه اللي مطلع التصدي الاعجازي ده اتجامل. الناس كلها القاسي واداني الزملكاويه قبل الاهلاويه عارفين ان مصطفى شوبير واحد من اهم اللعيبه والمواهب اللي موجوده في الكره المصريه موجوده في النادي الاهلي. واي فريق يبقى مبسوط وفرحان ان عنده حارس مرمى في السن ده بالتالق ده وبالشخصيه دي؟ تختلف بقى، تتفق في وجهات نظر فنيه، حد يقول لك لا بس المفروض كان عواد افضل هو اللي يشارك لان هو الحارس الثاني، وده معروف فيه في الدنيا كلها ان لازم الحارس الثاني هو اللي بيشارك، ده حق الناس وهي محقه فيه وحق الناس تقول كده. ده كلام فني ما حدش يزعل منه، ولا مصطفى شوبير يزعل منه، ولا احمد شوبير يزعل منه، ولا اي حد في الدنيا يزعل منه، لان ده كلام كوره. تقول اصل المفروض زيزو يبقى احسن ولا طاهر؟ لا طاهر دلوقتي افضل ولا زيزو؟ ده كله كلام كوره طالما انت بتدي لكل واحد حقه وبتتكلم باحترام. لكن اللي يزعل ويضايق ان احنا نستدعي خناقه اهلي وزمالك في منتخب مصر. هي المشكله هنا كده، ان تترصد وتحاول تثبت كل مره انك حامي حمى لعيبه الزمالك فتقول الشيء ونقده حتى وانت بتتكلم في فخر واحده على رايك. انت عايز تضم ولا عايز تستبعد؟ عايز تلاعب ولا عايز تركن؟ اذا لاعب وتعور انت عورت لي لعيبتي، اذا ما لعبش انت همشتهم، اذا ما خدتش خالص فلان يستاهل، اذا خدت قال انت كل دول انا مش شايف له ماسكه والله. فهي مساله ان انت بس تحاول في كل تصرف ان الناس ضدنا، ان الناس ضدنا، ان الناس ضدنا. وهذا لما يعني يترسخ عند الناس تشوف بقى الاثار، التهديد بقى الاثار. انك انت اللعيب اللي ما اسمعش كلامي ممكن اعمل فيه ايه؟ او اللي يفكر مش عارف يتنقل من عندي ديتك عليه إيه؟ ده كلام يا جماعه. انتوا حولتوا كره القدم من المتعه الى العذاب. ده عذاب، احنا عايشين مناخ ما حدش قادر يستمتع فيه من كتر الكلام اللي اصبح دوشه وخلاص. يعني دوشه بهدف تغيير الحقيقه، تغيير الحقيقه بمنهج مفهوم واضح والحاح. اللي قالين يا استاذ ابراهيم انتقل الى الشاشات هذا الامر. على فكره كلام الزميل ابراهيم عبد الجواد على جداره شوبير مصطفى شوبير الفنيه، احنا قلناها لكم بالارقام، وانه ده رقم اعجازي انه حارس يساهم مع فرقته في الفوز بدوري ابطال افريقيا يا كابتن احمد بدون هزيمه، بدون هدف ما يستقبل مرماه. يعني انت عايز ايه تاني؟ بس على فكره مصطفى شوبير بقى، سيبك من حته المجله وان الاتحاد الافريقي بقى مجله، انا بقول لكم الراجل يعني بصراحه يعني ما كانش ينفع يتكلم خالص. الكراهيه انك تنكر الحقيقه، لا مش المعلوم من لا مش الحقيقه تنكر النظام كله، كل النظام، وكانك تريد ان تلعب لوحدك، العب لوحدك وتالق لوحدك وتعملق لوحدك، ودي الالقاب لنفسك وريح دماغك. صحيح. بصوا بقى هذا الشاب الصغير المحترم الكبير في فكره واخلاقه مصطفى شوبير يا ابو الكباتن، مراسل القناه الناقله البي ان سبورت بعد المباراه، بعد مباراه المنتخب وهي المباراة الأولى لمصطفى في تاريخه كلاعب دولي. ويمكن ديت تبقى كويسة إن في النهاية لعب أول مباراة دولية باللي زعل الكابتن أحمد سليمان. فبقت خلاص دي وصفة في حياته. مصطفى شوبير بعد المباراة بيسأله المراسل بتاع البي إن، أنت مرشح لأحسن لاعب في أفريقيا. عارفين ما تمنهاش لنفسه. ما احتكرهاش هو وحتى ولاعب الاهلي، لانه خدوا بالكم هو وحسين الشحات وزميلهم احمد سيد زيزو الثلاثه مرشحين لاحسن لاعب في افريقيا. شوفوا مصطفى شوبير ورده ايه، ربما الكابتن احمد سليمان يدرك قيمه هذا الشاب.
مبروك اول مباراه دوليه كحارس اساسي. طبعا في الاول بحمد ربنا، الحمد لله اول مشاركه دوليه ليا، الواحد فخور بحاجه زي دي انه يمثل منتخب بلده وبلد زي مصر. اخيرا انت في القائمه القصيره لجائزتي افضل لاعب داخل قاره افريقيا وافضل حارس في افريقيا، توقعاتك ونحن على بعد شهر ربما من اعلان الجائزتين؟ طبعا برضو فخور ان الواحد يبقى اسمه متواجد في مع النجوم دي وفي جائزه زي دي، خصوصا ده انت اول موسم تلعبه كامل. فالحمد لله اتمنى التوفيق وان شاء الله تكون هي مصريه ان شاء الله. فالحمد لله اتمنى التوفيق وان شاء الله تكون هي مصريه ان شاء الله. مصريه ان شاء الله. لا اصاب غرور ولا قاعد يتكلم على نفسه ولا قال لك اتمنى اهلاويه ولا قال لك يا ربنا يا يعني هيبقى فرحان لزيزو لو كسبها، لانه في النهايه لاعب مصري. هي دي الرساله من هذا الشاب يا ابو الكباتن. لما شوف الشباب الصغيرين اخلاقهم عامله طيب ازاي، انا بقى روحهم مع بعض عامله ازاي. الحلقه اللي فاتت لما جيت اتكلم عليه قلت لك ايه؟ سليم الطويه نفسه سليمه، ايوه رايق. فالكلام بيطلع تلقائي وصادق صحيح، ما مش مزوق ولا بيتكلكع. الرسالات بتاعته وردات فعله السريعه تقريبا من زمان جدا ما اتشافتش. بيقول اللي في جواه حقيقي، اللي بيطلع على لسانه هو بينقل مرايه نفسه، لسانه مرايته. ايوه واخد بالك؟ ايوه مفيش دهاليز ولا بيحاول يتشيك في الكلام ولا بتاع الكلام. يا رب تكون مصري عاقل. هيفرح لزيزو وهيفرح لشحات. عاقل. انسان عاقل. عاقل. طبعا. يعني هو عايزها لكن عايز مش عايز يقول انا. وفي نفس الوقت معاه ناس زمايله، واحد من النادي المنافس، واحد زميله. ما يضروش. البساطة العفوية البسيطة هي العبقرية يا أستاذ إبراهيم. أي. يا رب تكون مصرية. إيه أجمل من كده تعليق، وأذكى من كده تعليق، وأصدق من كده تعليق، وأسلم من كده تعليق، وأعقل. ما أنا بقول لك. فأنت خليك على كده يا ابني، ربنا يكرمك، وبإذن الله الناس لما هتفتكر حراسة المرمى أبوك هيبقى أكتر واحد سعيد إن إيه يتذكر اسمك قبليه. طبعا طبعا. ما شاء الله يا مصطفى، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك. وانا هنا قبل ما اروح بره الموضوع ده، خدوا بالكم حاجه، الحقيقه التايهه في الموضوع ده، هو انتوا بتناقشوا الكابتن حسام حسن في اختياراته ازاي؟ بأمارة ايه بقى؟ يعني انتوا كلكم لو حد قرب من جوميز وقال له فلان يلعب مش فلان، هيقول لك لا المدرب هو صاحب حق الاختيار، ما نتدخلش في تشكيله. واحمد سليمان وهو في المنتخب كان حد بيتدخل لك في تشكيلك؟ ازاي انتوا فجاه كده سلبتوا المدير الفني للمنتخب من الحق الطبيعي بتاعه يلعب مصطفى شوبير، يلعب مصطفى عبد الله، يلعب اللي يلعبه في النهايه؟ خدوا بالكم ده هو مدرب المنتخب. اذا كان يقول رايا انتقاديا في مجال التحليل الفني على مسؤوليته. يقول الرأي. لكن في مجال الاتهام وتليح الكلام والتقليل وإيغار صدور الجماهيرك انه مظلومين ولاعبتك، ده اللي احنا رافضينه. لكن انت عايز تقول لو انا مسؤول كنت عملت كذا، ماشي، بس انت وانت مسؤول ما عملتش كذا، لان في لعيب اعتذر وانت عديتها له، مش كده؟ وانت مدرب، انت تتحدث بلسان الخبره، وانت الان كنت مدرب تتحدث بلسان الخبره، وانت الان مسؤول، ومسؤول في نادي وعلى مقعد التحليل والنقد، يعني كل الصفات هيئت اليك، فقول الكلام اللي يضيف لك مش اللي يسحب منك. ده كلام مهم قوي. لكن لو بصينا على فكرة دور الأهلي مع المنتخب، لأنه فكرة إن أنت مستكتر إن نادي واحد ياخده منه اتنين لعيبة، لا أبو الكباتن، في عصر ما أعرفش أنت فاكر ده ولا لا، كانوا التلات حراس من النادي الأهلي، يعني ثابت وإكرامي وشوبير، التلاتة، ودائما مكان ثابت وإكرامي والتالت معاهم عادل المأمور. محدش كان بيقول لك عادل المأمور حارس الزمالك ليه ما لعبش؟ خطورة الأزمة دي كلها إن أنتوا طرحتوا تشكيل المنتخب للتصويت بين الجماهير والإعلام،
بقى من حق الاعلام والجماهير يتكلموا على انه مدرب المنتخب يلعب مين وما يلعبش مين. لا هي دي خطورتها في اطار التحليل ماشي، يعني من حق الجمهور انه يختلف على الاختيارات. قول رايك لكن لا تنكر على المدرب حقه في التشكيل. لا هو في الاخر رضينا او لم نرضى في شخص هو مسؤوليته. صحيح. هيقول مين اللي يلعب. اذا كان هيكسب هتيجي تقول له انت كسبت ليه بالطريقه دي؟ ما خلاص هو كسب. لكن عارف يا باشمهندس المدرب الاصيل بقى. المدرب الاصيل كابتن حسن شحاته. وانا هنا لما بتكلم على الكابتن احمد سليمان اقول لك احمد سليمان كان مدرب حراس مرمى ميد ان وميد باي حسن شحاته، صنع بواسطه حسن شحاته من اول ما الراجل خده معاه وشغله مدرب معاه في الشرقيه وفي المنيا وبعد كده في منتخب الناشئين ثم مع نادي مع المنتخب الوطني. كابتن احمد سليمان وجوده كمدرب للمنتخب الوطني لحراس المنتخب كان ضمن جهاز الكابتن حسن. كابتن حسن في الفترة الذهبية بتاعته اللي فاز لمصر بيها في 2006 و2008 و2010 بكأس الأمم تقريبا كان في فترات كتيرة ما بيقلش عدد لاعبي النادي الأهلي عن 8 9 10 لاعبين. ده أقل مرة المرة دي. الثلاث بطولات. المرة دي أقل مرة. يعني الفترة الذهبية دي كان فيها عصام الحضري، كان فيها وائل جمعة، كان فيها شادي محمد، كان فيها أحمد السيد، كان فيها عماد متعب، كان فيها محمد عبد الوهاب الله يرحمه، كان فيها محمد ابو تريكه، كان فيها محمد بركات، كان فيها محمد شوقي، كان فيها حسن مصطفى، عماد النحاس. عماد كان قبل 2006 واصيب. اه لكن انا بكلمك 10 لعيبه هم مثلوا المنتخب في الحقبه بتاعه الكابتن حسن شحاته. وعشان كده الكابتن حسن الرجل الاصيل المحترم في مداخله له مع قناه الاهلي كان ساعتها الزميل العزيز الدكتور ياسر ايوب مستضيف مانويل جوزيه وقت ما كان بيدرب الاهلي وعلاقته بتنتهي مع الاهلي وهيمشي. كابتن حسن عمل مداخله عشان يشكر مانويل جوزيه على اللي قدمه من لعيبه الاهلي للمنتخب لانه حسن شحاته اصيل يا ابو الكباتن. كابتن حسن برحب بحضرتك على شاشه الاهلي وفي هذه الحلقه الخاصه مع مانويل جوزيه. واللي انا حابب اقوله له بس ان يعني الكره المصريه هتفتقد رجل عظيم ومدرب عظيم. عمل للكره المصريه او عمل للنادي الاهلي حاجات كتيره جدا جدا وفي نفس الوقت عمل للكره المصريه بوجود لعيبه النادي الاهلي في المنتخب خلال الفتره اللي انا كنت متواجد فيها وكانت ليها كانت ليها رد فعل جامد جدا جدا. يعني حتى مستر مانويل جوزيه تشوف تعبيرات وشه ممتن ان في احترام وفي اعتراف بفضل اعتراف بالفضل وبيتلقاه من مدرب منتخب مصر. ده. شو لما تكون الناس مش من نفسنا يا استاذ ابراهيم وما عندهاش رسائل معلبه سابقه ما انت ما الموقف المعلب مع كل موقف هتلاقي له ردود الافعال اللي احنا بنستنكرها دي دلوقتي. عنده موقف قبل كده اي حاجه هتحصل هيقول هذا الكلام. لكن كابتن حسن شحاته لانه راجل واثق في نفسه ويحقق النجاحات ما عندوش مانع ابدا ان يعطي الفضل للراجل ويقول له انت اضفت للكره المصريه اضفت للمنتخب واضفت واضفت واضفت. هذه هي العلاقه ولذلك كانت الدنيا حلوه وسهله ومفيش احقاد ومفيش. لكن النهارده هذا الالتهاب اللي موجود على الساحه بفعل فاعل يا استاذ ابراهيم مش عارفين ازاي هنرجع المناخ الى سابق عهده من 3 سنين واحنا عمالين نحذر من خطوره اللهجه والثقافه اللي عمالين نصدرها للجماهير. احنا عمالين نرد على حاجات يا استاذ ابراهيم وده دورنا والا الحقيقه كان زمانها اندثرت اللي تخص النادي الاهلي. ايوه احنا مضطرين نشتغل احيانا كرد فعل لكن انك انت تبقى يا اخي داعيه خير داعيه روح رياضيه داعيه ده بيسهل عليك حتى تقبل انك ما تكسبش. يعني عندما تكون راجل بتروح تقول اللي كسبك مهما كنت متضايق ويل بلايد ده بيخفف عنك انت. ايوه طبعا بيدي لك احترام وخلاص انا ما كنتش فيهم. هم لما تقول له كده هيقول لك ايه؟ هارد لك انت دوختني يا راجل والله كنت تستحق. هيضطر يقول لك كلام حلو لكن لو شوحت له وكفايه بقى ومش عارف ايه والكلام ده ما ينفعش الكلام ده انه يبقى المشهد.
من اي نادي. هنطلع بقى كل واحد يفتش اللي يخصه. استاذ ابراهيم مثلا واحنا عمالين نقول مش من حق الانديه انها تقول لعبتها ما تروحوش، هيجي واحد يقول لك ايه؟ طب ما النادي الاهلي قال انا مش هبعت في غير في الاجنده الدوليه. ما تقولش لا تقربوا الصلاه. انت مش من حقك تاخد مني لعيب غير في الاجنده الدوليه الا بموافقتي. ده في الاجنده الدوليه وتعارض البطولات. بس الا بموافقتي والاتفاق والتنسيق ممكن اديهم لك. طيب لو انا مش عايز اديهم لك لاني عندي التزامات مش هديهم لك. لما انا اجي اتفق معاك واقول لك طب انت عندك ماتش ودي ما ترهقش اللعيب عشان انا بعديها ب 48 ساعه عندي ماتش خطير جدا اقصائي في بطوله انتظر منك تتعاون، اذا ما حصلش تقعد لعيبتي هي اللي في الملعب لاخر ثانيه، ممكن من حقي اقول لك لا كده في الماتشات الوديه انا مش هقدر اديهم لك الا طبقا للائحه الاتحاد الدولي. ده حقك يا كابتن احمد. لكن لو قلت في المطلق مش لعيبتي ما هيش جايه لك لانك اتضايقت ان في اتفاق كنت تتوقع ان يحدث ما حصلش، لا مش من حقك ولا من حق الاهلي ولا من الزمالك ولا من ليفربول اذا اصر النادي الاهلي، ولكن اذا اصر ليفربول ولكن اتفاق المنتخبات والانديه يقضي المصلحه بيجوا عند قيمه زي الكابتن محمد صلاح يقولوا طيب يستكمل علاجه يهمنا انه يخف قبل ما يجي لنا. بتحصل. فكل شيء ممكن الوصول اليه ولكن بالتنسيق والاتفاق، لكن تيجي تقول لي مش بعت لك مش من حقك. ما تقدرش. ما تقدرش. ما تقدرش. طيب شفنا الكابتن حسن شحاته وامتنانه بدور لعيبه النادي الاهلي في الحقبه الزمنيه وهو ما كانش الاهلي بيمن بيهم على المنتخب، ده بيأدي واجبه الطبيعي بلاعيبته الاكفاء للمنتخب الوطني. على فكره قدر النادي الكبير. زي ما حصل لما تعرضت البطولات، وده كان على فكره الاختبار الحقيقي الجاد لمواقف النادي الاهلي. انا عارف. كاس الامم الافريقيه في الكاميرون، كاس العالم للانديه. سبع لعيبه مع الاهلي يروحوا مع المنتخب، الاهلي يلعب في كاس العالم للانديه بدونهم. قولوا لي على فكره الاهلي لو صمم ان لعيبته يروحوا معاه محدش هيلومه. لان دي بطوله في اجنده الفيفا فيها تعارض مع اجنده الكاف، حلوها انتوا. وحصلت مشكله كان ساعتها وقت الكابتن خطيب لما اتكلم وان الاهلي بيقدم مصلحه المنتخب الوطني على مصلحته الشخصيه وانه هيتحمل ده اذا لم يتم التنسيق، ولم يتم التنسيق وبدا الاهلي بطوله كاس العالم للانديه بدون سبع لعيبه ابو الكباتن، سبع لعيبه دوليين. دي المواقف الحقيقية اللي لا تقل أبدا إسهاما وتأثيرا عن الفترة اللي مستر أو الكابتن حسن شحاتة بيشكر فيها مانويل جوزيه ولاعيبة الأهلي ولاعيبة المنتخب الأولمبي والدوري المصري. عندك أربعة من المهمين جدا كانوا بيلعبوا فيرستيم ووافقت إنك تلعب الدوري من غيرهم. لكن يعني قبل كده ما ياما تأجلت دوري عشان فرجاني ساسي، خلينا نبقى فاكرين برضه الأهلي لعب ساب لعبته مع المنتخب الأولمبي ولعب مؤجلاته بدون لعبة المنتخب الأولمبي وخسر نقاط ساهمت في فقدان الدوري. دي كلها مواقف بتؤكد على أنه مواقف النادي الأهلي الوطنية تجاه منتخبات بلاده لا تقبل الجدال والمناقشة والمساومة. إنما هي القيمة يا جماعة كتير لما بنضطر ننزل لمناقشات قليلة نتذكر أنه المكانة الكبيرة للنادي الأهلي عالميا كانت المفروض تخلينا في مناقشاتنا في منطق مختلف ومكان مختلف. كفوني الكلام عند التحدي. بالظبط. أسمعك مين يا أبو الكبات؟ عايز تسمع مين في رأيه في لعيبة النادي الأهلي وفي النادي الأهلي قبل ما تفتكر أن الكابتن حسام حسن بيجامل لعيب في النادي الأهلي؟ مين يملى عينك من المدربين العالميين؟ ينفع بيب جوارديولا؟ والله بيب جوارديولا يتكلم عن الاهلي ولاعيبته. نسمعه. Yeah, we had a really, really team. It's incredible followers. I was in Egypt in holidays with my family, and I was really impressed how people is crazy about you know about that team.
And yeah, it's yeah, they make a good tournament. The first game against Fluminense, they play really good and make the yeah third best team of the world. يا بوب يا جامد. جراديولا ده حاجة غير خريطة الأهلي. فريق رائع لديه جمهور مميز. كنت في المباراة مع عائلتي، كنت في زيارة مع عائلتي في مصر، شفت حجم الإقبال بتاع الجمهور وشعبية النادي الأهلي. أنا بس عايز بصوا، ده واحد جاي لمس شعبية النادي الأهلي في مصر. لا هقول لك على حاجة برضو. برشلونة وإحنا في كأس العالم في اليابان لما خسرنا من انترناشنال 2-1، لما الكرة رجعت من الكابتن حسن مصطفى لباتو الكسندر باتو لاعب انترناشنال وكان اهم لاعب في البرازيل وقتها، وكان راجع من الاوفسايد فحطها في الجون وخسرنا بالجون ده، والاهلي عمل مباراه ولا اروع. مين قال لك ده فريق تعاني كثيرا في اللعب امامي؟ ريكارد مدرب فرانك ريكارد. فرانك ريكارد مدرب برشلونه. انا فاكر كنا في المؤتمر ساعتها، كنا في المؤتمر ما كانش بيتكلم على انه هيقابل الاهلي، ده كان قبل ماتشه مع الانترناشنال. فقال انا كنت اتابع البطوله وراح جايب سيره الاهلي بدون مناسبه، وقال لهم الفريق ده كان جديرا بالمباراه النهائيه، والحمد لله انه ما قابلنيش لان كان علينا ان نعاني كثيرا to beat such organized team. ها مثل هذا الفريق المنظم كنا سنعاني كثيرا. انا بقيت بصيت لك كده، انا فاكر الموقف، ان يحضر النادي الاهلي اللي هو مش طرف في المباراه في حديث عن المباراه النهائيه من مدرب برشلونه وقتها، يعني شيء يا جماعه. والله النادي الاهلي ده والله مهما قلنا عليه يعني هو اكبر من اي كلام. احنا اسفين يا اهلي، احنا اسفين يا اهلي بجد، لانه في الوقت اللي انت بيتكلم عليك بيب جوارديولا وبيتكلم عليك فرانك ريكارد وبيتكلم عليك كتير من مدربي العالم، للاسف لاقيين نفسنا مشغولين بالكلام عن اللي بيقوله الكابتن احمد سليمان. اسفين يا اهلي تاني بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بعد ما شفنا نجوم العالم ومدربيه بيتكلموا على الاهلي بقيمته ومكانته ازاي، وقلنا اسفين يا اهلي ان احنا شغلنا وقتنا في الكلام عن ناس المفترض تكون عارفه قبل غيرها قيمه الاهلي ومكانته وتاثيره في مسارهم هم نفسه، في مسار هؤلاء المدربين. لكن الملاحظ في الفتره الاخيره يا جماعه إن نجوم الأهلي وتحديدا نجوم الأهلي في مرمى الغرض والمرض والجهل، الثلاثية القاتلة. على فكرة ده أمر خطر جدا، وظرف إعلامي موجود في لعيبة سابقين نجوم الكرة كلهم فوق الراس، أسروا الملاعب وأسعدوا الجماهير وفيهم ناس أحسن مننا طبعا، بس فيه البعض يجهل أبسط الأمور، وممكن ما تلاقيلوش حد فاكره شاط شوطة، مش هقول لكم جاب بطولة، شاط شوطة حتى ولا جاب جون، لكن برامج بعينها تبحث عنهم وتجيبهم وتقدمهم للشاشة والهدف فقط إزاي يخبط في الأهلي، إزاي يعمل نسب مشاهدة، إزاي يقول أي حاجة ضد الأهلي وخلاص، وهو ده المعيار وهو ده الهدف. على فكرة الناقد الرياضي الكبير والمعلق الصديق العزيز الدكتور طارق الأدور، واحد برضو من مثقفي هذه المهنة، رصد هذه الظاهرة في سلسلة مقالات له في جريدة الجمهورية، وصل تقريبا للرقم 5، وهو يتحدث عن هذه الماسورة اللي ضربت في الملاعب أو على الشاشات. قال طارق الأدور النهاردة في الجمهورية تحت العنوان الثابت بتاعه للمرة 5، لاعبون جهلة وقنوات تحت السلم، هم يحاربون الناجح حتى يفشل. وهنا الأمر واضح جدا ما يتعرض له النادي الأهلي. فقال طارق الأدور
بعد فوزي بجائزة نوبل قال العالم المصري الجليل الراحل دكتور أحمد زويل أحد أشهر مقولاته المأثورة عند سؤاله عن الفرق في التعامل مع المواهب وذوي الفكر في الغرب وعندنا في مصر، فقال: الغرب ليس عباقرة ونحن لسنا أغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل. أسهل. آه، فيش إرادة البناء. قال كمان طارق الأدور على هذا الأمر، قال لك: وهنا سأضرب مثالا بمن يهاجمون الأهلي مثلا لأنه الفريق الناجح الذي يحقق الألقاب والبطولات ويستحوذ على الغالبية العظمى من البطولات المحلية، وبدلا من تطبيق نظرية الغرب التي قالها زويل بمحاولة الأخذ بيد الفاشل حتى يصل إلى نفس الدرجة من النجاح، يقوم الجهلة في القنوات بالتشكيك في كل عناصر النجاح، ويجب لدعم هذا التشكيك أن يقوم مجموعة اللاعبين الجهلة بتشويه الإنجاز بأي شكل، تارة بأن هذا الفوز جاء بالتحكيم حتى لو كان التحكيم في البطولات الدولية لحكام أجانب، وتارة أخرى بالتشكيك في صحة الأهداف، وتارة ثالثة بأن الفوز جاء بمؤامرة من أحد الجهات. المهم زي ما بيقول طارق الأدور هو الضرب في سلامة أي إنجاز. دي فعلا ملخص هذه الحالة. ما هو ملخص هو رصد اللي احنا بقالنا مدة بنقوله، بس كويس ان هو رصده. أن يأتي على لسان ناقد مثقف بحجم الموثق الرياضي طارق الأدور. هو واثق للأحداث. ومؤرخ له. فإنك أنت هو ده اللي بيحصل. أنا قلت لك سيناريو سابق التجهيز، شكك 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 لحد ما ايه الناس تصدقك، اكذب 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 لحد ما تصدق نفسك وتبتدي تعيش المظلومية وتعيش ما هي المظلومية بتعمل ايه؟ بتخلق انسان محبط، والاحباط يخلق حقد وغيرة ويصدر وعدوانية في الاخر، يصدر وعدوانية. وده وصلنا له اهو، يعني وصلنا له خلاص بالظبط. ومهما قلت بقى من 3 4 سنين ان حد يتصدى، ما حدش عايز يتصدى، او الناس بتتفرج ومش مديه للظاهره خطورتها. ايوه، لان مش هتتوقف عند الرياضه ولا كره القدم ولا الاهلي والزمالك، ده هيبقى منهج حياه. كل واحد ناجح هيتقال عليه نفس الكلام، وهو نهج اداره العالم ماشي بالطريقه دي. أنا هحطمك عشان أدافع عن حقك في الوجود، أنا هدافع عن الديمقراطية وأقتلك من أجل حرصي على حريتك لأنك لا تتمتع بالديمقراطية، هدمرك وأقتلك وأغتال أحلامك وأنتهك حقوقك من أجل أن تحصل على حقك في التصويت. يا سلام. هذا منهج يا استاذ ابراهيم خطير جدا، وطبق سياسيا ايام ما هتلر حطم العالم. هتلر يغزو الرياضه وكره القدم المصريه. طيب، الامر فيما يخص بعض لاعبي الكره السابقين اللي لا يجدون الا رمي الطوب على الاهلي والتشكيك فيه، زي ما طارق الأدور قال لفظ المهذب جدا مجموعة الجهلة. ناقشت قبل كده حد من الزملاء فيقدم منطق برضو أغرب منه، يقول لك طب هنعمل إيه؟ هو اللي بيقول مش إحنا. ما هو هنا الإعلام والقانون حتى في حاجة اسمها المسؤولية الانتقائية، بمعنى إن أنا كمذيع رحت جبت هذا الضيف عشان يقعد قدامي ويقول، أنا مبدئيا وأنا بختاره مع فريق العمل مختاره على هذه المعطيات، مختاره لهذا السبب، أنا عارف إيه اللي في دماغه، بل بالعكس أنا هو بيوديه للمنطقة اللي أنا عايزها. فمبدئيا هنا سواء المسؤولية المهنية أو المسؤولية القانونية، في حاجة اسمها المسؤولية الانتقائية. أنت انتقيته دونا عن غيره عشان عارف إنه جاهل وعارف إنه جاي لك يشتم في النادي الأهلي، فدي البضاعة اللي أنت عايز تبيعها. هو ده اللي أنت عايز تصدره، هو ده اللي أنت عايز تقدمه. طب أنت جبته مرة وسمعت كلامه الغث، بتكرره لأنك أنت حريص على نفس البضاعة. فمش هنسيب النادي الاهلي وجمهوره
عرضة لهذه الظاهرة اللي فعلا أصبحت مضحك العالم علينا. في ناس كتيرة زملاء صحفيين من الدول العربية لما تكلموا يقول لك ايه ده، هو يعني ينفع ده يتقال في مصر؟ بس لأن الناس اتعلمت الإعلام في مصر يا أستاذ إبراهيم. هي ظاهرة عبرت الحدود، لأن هو زي ما بيكرسها عندك وابتدى ينقي بعض الأبواق تردد وراء هذا الكلام. لكن الحمد لله ما زال هناك من يتصدى حتى في الخارج صحيح لدعم الحقيقة يعني. طيب ما يخص أزمات اللاعبين وانتقالاتهم، وهنا القضية اللي عملت بومنج شوية الفترة اللي فاتت قضية إمام عاشور وانتقاله للنادي الأهلي. إمام عاشور طلع هنا في قناة الأهلي من كام يوم مع الكابتن شوبير وقال الحقيقة الدامغة، وما كانش مطالب يقول غير كده. قال الكابتن الخطيب في أول لقاء ليه معايا في معسكر النمسا، قال لي كلمتين اتنين في دقيقة أو دقيقتين، ركز في الملعب مالكش دعوة بكل اللي بيتقال، وإيه وما تخسرش جمهور الزمالك. بصوا رئيس النادي الأهلي حريص قد إيه على العلاقة للاعب عنده مع جمهور الزمالك. ده الاحترام الحقيقي، وده الرياض السليم، وده النادي الأهلي وثوابته. تفضل برغم وضوح الرأي، يعني أنا أفهم إن أنا كصحفي ممكن أفضل أردد كلام غلط حتى يظهر الحق. المفروض رأيي يستند إلى المعلومة الصحيحة متى قيلت، إنما أنا أنفيها وأرفضها عشان أعوم في الاتجاه الثاني، لا. بلوم جدا وبعتب جدا جدا على الزميل ماهر غريب، وهو شخص مهذب. كان هو وصديقنا علاء عزت والصديق العزيز الناقد الكبير شريف عبد القادر في ضيافة الكابتن أحمد حسن اللي معرفش يسيطر على الحوار في لفظ حدث فيه تجاوز بحق النادي الأهلي من الزميل ماهر غريب. نشوف هل إمام عاشور النهارده كان موفق في حلقته مع الكابتن شوبير ان هو يطلع النهارده يقول ان انا رحت نادي الزمالك ونادي الزمالك وبعد كده نادي الزمالك ما يديش بيا فبالتالي رحت النادي الاهلي؟ طبعا ما كانش موفق خالص، لان هو حتى حصل جدل كبير جدا بسبب تصريحاته تحديدا في الجزئيه دي، وفي جزئيه ثانيه هكلمك فيها بعد شويه. حته ان انت رحت النادي الاهلي عشان الزمالك ما خدكش خلت جمهور الاهلي زعلان منه بعض الشيء، لان انت المفترض ما تبينش انك رحت النادي الاهلي مضطر، ان ما كنتش لاقي نادي تلعب له، ان خلاص عايز ترجع من الاحتراف من الدنمارك، فالزمالك ما عندوش قدرات ماليه، فانت شهر ونص زي ما هو ذكر في تصريحاته. مين اللي قال لك ان جمهور الاهلي زعل منه؟ يا باشا استنى، مين اللي قال لك؟ لا ثواني، انا هرد عليك. منقطع ليه بس؟ ماشي، لا ما هو ماشي. انت النهارده لما تصور انك لعبت للنادي الاهلي مضطر، لا ما مش مضطر، مضطر. كلامه مع كابتن شوبير يبين ان هو ما قالش كده، ما قالش كده. لما جاله العرض مكالمه معارض من الاهلي، بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد شهر ونص. مش مضطر يعني اللعيب لما رجع من الدنمارك بيدور على ايه؟ خياره الاول ايه؟ كابتن احمد، جمهور الاهلي عرفت منين انت؟ اولا جمهور الاهلي زعل ليه؟ ما زعلش منه. هو انت بتتكلم عن جمهور الاهلي؟ هو انت سالت جمهور الاهلي واحد واحد؟ ما انت عرفت من التعليقات على هنا بقى الكلام. ما خدش بقى الجمله الا لما الكابتن خطيب بيقول لإيمان ما تزعلش جمهور الزمالك منك، ما تخسرش جمهور الزمالك، ما تزعلوش منك. اداله منهج للتصرف. ايوه. مش انت هتخسر جمهور الزمالك يعني تقلل من علاقتك بالزمالك، وانا طول عمري قاس هنا، وانا طول عمري شغف هنا، وانا طول عمري. اولا كابتن امام عاشور وهو في نادي الزمالك لما غادره كان مش متخيل انه هيرجع النادي الاهلي. وعندما عاد الى القاهره ما كانش متخيل ان الاهلي ممكن يدفع 3 مليون و600 الف يورو عشان ياخده. طبيعي جدا، طبيعي جدا ان لعيب خارج من ناديه بهذا المبلغ لما يصاب ويرجع ويبقى نفسه يرجع، الطبيعي خياله الوحيد انه يلعب. هو انت عايزه يكذب يعني يقول لك ما كنتش موفق وزعلت؟ بالعكس، ده كان وزعلت جمهور الاهلي. هو ده الصدق، هو ده. لكن انتوا عايزينه يكذب، عايز يطلع يبوس الشعار وعايز يقول لك طول عمري كذا. لا، هو قال لك انا رحت على نادي الزمالك، هم قالوا لي خلص نفسك وتعال لنا. ما معناه يعني ما كانش متوقع النادي، لكن بمجرد ما النادي الاهلي تواصل معاه وبمجرد ما بقى لاعبا في النادي الاهلي بيديني ازاي وعلاقته بيا ايه وبيعمل ايه. يا ناس كل ما نتكلم
ونقول انا مش مسؤول عن اللعيب وهو برايه يديروا الكلام. ما هو طبعا ما هو هو امام عاشور لما يتجاوز في حقي والناديه ما يعاقبوش انا مش مسؤول عن كده. صحيح. لكن لو هو عندي وتجاوز في ناديه الخطيب يقول له ما تخسرش. أيوة. جمهور الزمالك. فمش هيتجاوز. هي هذا هو الفارق. طيب انا هنا حصل ربط بقى في الحلقه ديت بتاعت الكابتن احمد حسن في موقف خالد عبد الفتاح لاعب نشر صوره مع لاعب اساء للنادي الاهلي وجمهوره بلفظ شديد التدني والاساءه ولم يعاقب حتى الان لا من ناديه ولا من لجنه الانضباط ولا من اي حاجه. لم يتم استنكار. ما حصلش حتى اعلاميا حد زعل من اللفظ. فخالد عبد الفتاح لما استشعر غضبه جماهير الاهلي كلها شال الصوره وطلع بيان بيعتذر. احمد حسن سال ماهر غريب ومعرفش ايه المناسبه انه يقيم ده مقارنه بموقف امام نشوفه لانه هنا اللفظ المرفوض. ما يتعلق بموضوع خالد عبد الفتاح، هو خالد صراحه عبر عن البيئه اللي عايش فيها حاليا. هو البيئه اللي جوه النادي الاهلي شاف النادي الاهلي رموزه وجماهيره بتسب وبتشتم وبيتم تقدير الناس. لا 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 لا. هنا منتهى الخطأ في اللي اتقال، لأنه ماهر غريب كصحفي زملكاوي لما يقول خالد عبد الفتاح هنا عبر عن البيئة اللي فيها، عبر عن البيئة اللي هو فيها، فيحصل أنت بتقول إيه؟ يحصل غضبة شديدة من شريف عبد القادر ومن علاء عزت، وهنا أحمد حسن برضه لم يسيطر على الحوار، لأنه كان لازما أنا المحاور، مش مسموح لحد يتكلم لا على أهلي ولا زمالك ولا أي نادي بلفظ زي كده. يعني إيه عبر عن البيئة اللي هو فيها دلوقتي؟ استخدام اللفظ شيء مرفوض جدا. ليه؟ لو الإحساس أو الإشعار أو الإشارة إلى إنه بيئة الأهلي بتقبل الإساءة إليها وتتسامح لأنه شاف إمام، هو كمل كده ماهر قال لك شاف إمام عاشور بعد ما غلط في رموز الأهلي والنادي الأهلي الأهلي ضمه، فالراجل استسهل المسألة خلاص بقى الأهلي يقبل أي حاجة فتصرف بهذا الشكل. طبعا ده شيء غريب جدا أغرب من ماهر غريب نفسه، لأنه الربط بين الاتنين في منتهى الغرابة. انت بتتكلم على لاعب عوقب ولاعب لم يعاقب، لاعب موجود عندك في الفرقه دلوقتي ولاعب كان موجود في نادي اخر زي الزمالك، الربط بينهم برغم واعتذر هو وهو في نادي الزمالك مش عارف انه هيجي لك. وبعدين يا اخي انا عايز افهم هو بس كل شيء لي الحقائق واستخدام نفس الالفاظ. بص يا استاذ ابراهيم والله العظيم ثلاثه سيناريو، سيناريو منهج نفس كل مثل هيتقال هيستخدمه بالمعنى العكسي، وهذا هذا اسلوب يعني برضو انا عاتب برضو ان تفجير المساله ان يتعمل صراع على الهوى في هذه المعاني حوار ادم يعني يعني هو بيحصل هنا بيحصل هنا بيحصل هنا بيحصل هنا بنفس الطريقه نقول والناس تتخانق وبعد ما يتخانقوا المتلقي بقى اللي بلبلنا افكاره بشيء وعكسه شيء شوهنا وعيه هي دي الفكره. ما انا بقول لك بشيء وعكسه شيء وعكسه اتاحنا الفرصه ان واحد ان المتطرفين يبقوا هم اللي بيتصدروا المشهد. ولكن ماشي انا اجبرت لعيبي انك اخطات لانك هنيت واحد قبل ما يعتذر قبل ما ينال عقابه وناس مستاء منه جمهورك مستاء منه. أنا نبهته فاعتذر وقبلت هذا الاعتذار لأن هو خالد نفسه ما صدرش منه تصرف معيب لكن تصرف هو لكن تصرف عفويا مش واخد باله هو تصرف غير مسؤول. أيوه فاهمني ازاي؟ لما نبه بسرعة تراجع عمل واعتذر اعتذر واتغرم اتغرم في لوط. أيوه إذا أنا وهنا النقطة يا استاذ ماهر يا استاذ فلان يا استاذ علان كلكم ها هيحدث الخطا في كل مكان ويحدث في النادي الاهلي
ويحدث التجاوز ويحدث الخروج عن النظام ويحدث الخروج عن المسؤولية، ولكن يبقى موقف النادي الأهلي الرافض لهذا الخروج، الرافض لهذا التجاوز، الذي يعاقب وباستمرار وبلا فصال ولا مساومة. هذا هو الفارق. لما تيجي تقولك البيئة ومش البيئة، ماشي بترد يعني انت ماشي يا حبيبي. لو عندي تاني وتالت، لو خالد بقى طلع قال الكلام ده على النادي المنافس، انا متأكد النادي الأهلي كان سوف يكون حاسما بطريقة غير متخيلينها. وهتروح بعيد ليه؟ أيمن رشدي ثاني وثالث ورابع، أفضل لاعب كرة طايرة في مصر في وقتها في مجلس الكابتن حسن حمدي، وكان يرد على سباب جمهور الزمالك له ماتش سلة في الصالة المغطاة في الأهلي، سلة ونجم الطايرة موجود في المقصورة، تبادل السباب والشتايم مع جماهير الزمالك في وجود مجلس إدارة النادي الأهلي بعد المباراة مباشرة. مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسن حمدي يجتمع ويعمل ايه؟ يشطب ايمن رشدي لانه بيشتم المنافس وجمهوره في صاله النادي الاهلي وامام وجود مسؤولين النادي الاهلي، ولما اتقال له عيب ما توقفش. فلا، ما تنفعش تكون في النادي احنا الاهلي. هنا هو ده النادي الاهلي اللي انتصر لقيمه الزمالك، ولما هو انتصر للصح. يعني تفهم ازاي؟ يعني هو ما كان ينبغي للجمهور ان يشتم أيمن رشدي، كابتن أيمن، لكن الأهلي شاف إن أيمن اقعد ما تروحش للجمهور، راح وشتم وعمل. لا خلاص، لا السلوك ده مش عندنا. أيوه طيب، يعني عشان المعايير دي هي دي البيئة الرياضية السليمة، يا إما صعب عليهم يفهموها يا إما عارفينها لكن مصرين على لي الحقيقة. طيب، زي نفس الحقيقة اللي مصممين يلوها، كوبري الدنمارك، الاهلي عمل كوبري للدنمارك تكلفته 3 مليون دولار، ينفع حد يعمل كده؟ برضه مصممين برغم ان امام حكى كل حاجه وكان بينتظر الزمالك، مثل هؤلاء المتشدقين اللي رافضين للحقيقه. رد عليهم الكابتن محمد صلاح نجم الزمالك ومدربه السابق، نشوف. انا اول واحد قلت ان امام ماشي عشان يبقى كوبري النادي الاهلي، الناس ما صدقتش لما راح الدنمارك. لكن لما جه بامانه عشان كل الناس تاخد حقها، لما جه رجع النادي وانا كان عايز اقعد في النادي. يعني امام عاشور بعد ما جه من الدنمارك راح نادي الزمالك؟ طبعا، كان شبه يومي هناك، بس هو كان المفروض الزمالك يخلصه من ميتلاند للدنمارك ده. قالوا له ايه بقى؟ روح خلص نفسك، لان كان حاولت هيدفع حوالي 4 مليون بقى مش فاكر ايه بالظبط السعر. خلص نفسك مع النادي ده، واحد جاي لكم فري ولما مشي جاب لكم فلوس، يخلص نفسه ازاي؟ فزعل او بتاع فراح للنادي الاهلي. ما قلت لك من الاول مش عيب. لكن هو يعني شايف ان هو عنده حق. البيت بتاعك طردك او رفضك تخش، هتعمل ايه؟ هتقعد في الشارع؟ فراح النادي التاني خده عادي. لكن انا بقول لك امام، انا حضرت القصه دي، روح خلص نفسك واحنا عايزينك. هو ده الكلام اللي قاله الكابتن امام في قناه النادي الاهلي، وهي ده الواقع والحقيقه التي حدثت. وما كنا نتخيل ان في فرصه ان كابتن امام يجي لنا، لانه خرج بمبلغ كبير جدا. واذا كنا احنا وصلنا من درجه حرصنا ان احنا نعمل كوبري عشان نجيب امام ب 3,600,000 يورو، فهذا هذه وجهه نظرنا. اذا كنت انت اللي شايف، اذا كنت انت فاكر ان ده كوبري، يعني لا انت فاهمها ان دي يعني اعمل كباري من هذا النوع وخد اللعيب اللي يعجبك اللي يوافقك انه يعمل كوبري للنادي الاهلي. خلصت. مش هتلاقي حد في النادي الاهلي يوافقك على الكلام ده، ولو انك نظير الاغراءات المرعبه اللي بتحدث خارج النادي الاهلي، قد تجد واحد. انا اقول لك اللعيب اللي يخرج بهذا الاسلوب النادي الاهلي بيريح النادي الاهلي. طب بيريح اي مكان. انت ما تقدرش تجبر لعيب يصل به الامر انه يخطط هذا التخطيط. طب انا اقول لك حاجه،
الكابتن احمد مجدي سيرد باك اللي رجع الزمالك. تم هو سافر بره اليونان. اليونان وكان ماضي اقرار انه رايح اختبار ومش هيمشي الا ولذلك خدنا من وراه 460,000 يورو تعويض. ورجع لنادي الزمالك. كوبري ده ولا مش كوبري؟ بس هو مش عايزني. او عايز يروح نادي الزمالك. خلاص. خلص الموضوع، ما نقعدش نتكلم فيه طول عمر طول عمرنا. بصوا يا جماعه، ما هو يعني مبدئيا بس لهوات شائعه الكباري. وهو هو امام زي ما قال الكابتن محمد صلاح. هو ما كانش في طموحه ان الاهلي ممكن ياخده. ولا تخيله. وما تخيلش انه لا حتى لو كان الاهلي ممكن يضمه. لا استاذ ابراهيم. قد يكون في طموحه ولكن بس الاهلي ما طلبهوش. هو مش متخيل. هو الاهلي ما طلبهوش. يعني هو متخيل. الزمالك اللي قبض من ورايا كده مش هيرجعني؟ مش هيرجعني. يوم الاهلي اللي هو عايزني هيدفع فيها المبلغ ده. صحيح. اشتراه الاهلي بالغالي فكان مخلصا وقدم الغالي بالجهد الغالي والنجاح الغالي. ده كلام ارجو انه يكون مهم. وعلى فكره في مناسبه الكباري وحده بقى، في مناسبه الكباري في حدوته بقى. ارجو ان الناس تهدى فيها شويه. ريحوا بالكم شويه وتقبلوا حقيقه. الكابتن امام في النادي الاهلي يحصد البطولات مع النادي الاهلي ويحقق النجاح مع النادي الاهلي ويتفرغ فقط لمهمته مع النادي الاهلي. وقعدوا بقى من هنا الى ابد الابدين اتكلموا ودوروا على ذرائع تهديكوا. احنا مش عايزين نعيش هذه الاجواء. كابتن امام كان صريحا واضحا بناء على نصيحه الكابتن خطيب ما تخسرش جمهور الزمالك. كان يقدر يطلع ويغازل جمهور الاهلي زيه زي غيره. صحيح. ولكن عمل بالنصيحه لان ما كان بيقول له كده. ايوه. طيب امبارح محمود عبد المنعم كهربا خلص مشكلته في القسط الاخير المتبقي مع نادي الزمالك وتم تسويه الامر تماما. وبمناسبه كهربا، هناك من يحلو له ان يردد دايما الاهلي ما يقدرش يمشي كهربا. ليه يا عم؟ مسك عليكم زله. الاهلي عارف لو مشى كهربا، كهربا هيكشف كل حاجه. اللي هي ايه؟ اللي هي ايه بجد؟ لانه لو الامر بهذا الشكل الصبياني قوي، الاهلي مش هيعاقب كهربا اكتر من اي لاعب. ما في خطا حصل من كهربا الا خد غرامات انتوا شفتوها، مليون جنيه على طول وعوده من البطوله. يعني هيكشف من ابو ظبي. ما هو فاكرين ان الاهلي هو اللي صفره عشان يرجع. ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايه اللي انا عايز افهم سؤال. كهربا هيتكلم اكتر من انه يقول ان قالوا لي في اتحاد الكوره العقد لا يمكن توثيقه. لانه ما توثقش في ميعاده فسافر من هنا راح موثقينه. يعني لا، اعتقاد هؤلاء يعني الصغار ان الاهلي ممسوك من ايده من حد. لا لا ثم لا. طاهر محمد طاهر، انا بقول لكم كل نجوم الاهلي في مرمى الجهل والغرض والمرض. طاهر محمد طاهر بمجرد الراجل ما شد حيله واداله كولر الثقه وراح للمنتخب الوطني، اذ فجاه فرضوا على الناس. قال ايه الناس بتقارنه بزيزو وايش جاب لجاب وكلام تحسوه غريب جدا جدا. هنشوف الكابتن وائل الاباني بيتكلم في موضوع طاهر ونشوف حد تاني أسوأ من كده برضه. كنا بنتكلم على صورة طاهر وزيزو، رأيك في الاتنين وتقييمك لأدائهم وطاهر؟ طاهر لما جه النادي الأهلي هو لعيب كويس في الأصل، لكن مستواه قل 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 لدرجة إن الأمور بقت معاه ممكن تكون كانت صعبة، لكن كونه هو اشتغل على نفسه وظهر السنة دي مستوى كويس فده يتحسب له. لما بيبقى كويس هنقول إن هو كويس. طاهر الفترة دي ماشي كويس. طاهر الفترة دي أداؤه أحسن بكتير. الاستمرارية بقى اللي هتقول. طب واحد لما يجي يقارن بطاهر وزيزو مفيش مقارنة. ليه بقى؟ هقول لك ليه. لأن ده واحد مستمر في الملاعب، زيزو أحسن لعيب في مصر كذا سنة تمام، يمكن مستواه قل الفترة دي بس الفترة البسيطة دي، وما قلش في مستوى طاهر. خد بالك يعني لما مستوى طاهر لما كان قل النسبة بتاعته في النزول كانت أكتر من نسبة زيزو. تمام؟ انت قصدك استمراريه يعني؟ طبعا. فمجيش محتاج من طاهر استمراريه. فمجيش على لعيب جاب جون مع منتخب مصر تقول اصل زيزو بقى له فتره في منتخب مصر ما جابش اجوان. لا، دور زيزو مهم جدا.
زيزو عمل اجوان، دور مهم جدا تكتيكيا. زيزو بيلعب في وجود محمد صلاح، طاهر ما بيلعبش في وجود محمد صلاح. زيزو بيلعب في ماتشات مضغوطه، طاهر لعب في ماتش اصلا اي حد يلعب مش هيبقى مضغوط لان انت كده كده وصلت. صحيح الضغوط اللي هي بتبقى لازم على فكره الصعود لازم يعني. هنا تفرق حضرتك. تمام. طيب خالد الغندور عايز يفرض على وائل الاباني مقارنه. ايوه. عشان يتقال ايش جاب لجاب. فالاباني كان الراجل عنده رؤيه تحليليه شويه، قال له عايز دلوقتي في الفتره الحاليه زيزو مستواه قل، طاهر مستواه هايل ماشي كويس. طاهر بدايته مع الاهلي كانت اقل الفترات اللي فاتت لكن اتطور ولما راح المنتخب بقى كويس. بس الحقيقه وائل الاباني يحسب له انه رفض المقارنه لان قال له ده بيلعب في المنتخب وثابت مستواه بقى له قد ايه وده اول مره يروح المنتخب. ده كلام رؤيه فيها وعي من وائل الاباني برغم محاوله بندق لتوريطه. انما اللي تورط وادعى ان في حملات للمقارنه الاستاذ عمرو اديب. نشوف موسم العقد بتاع زيزو دايما في دايما مشكله عقد زيزو، يعني من اول ما زيزو دخل الزمالك في زيزو وياخد كام وكتير قليل خلاص بلا زعل وبلا مقارنه ولا اريد ان اصغر من حجم احد، لكن الحمله اللي موجوده اليومين دول اللي بتسأل هو طاهر محمد طاهر مش زي زيزو؟ توقفت. يقول لك ايه ده؟ انتوا عايزين تدوا زيزو الكلام ده؟ ما تشوفوا طاهر بياخد كام؟ ده طاهر احسن من زيزو. انتوا بتتكلموا جد؟ زيزو يقول لك طب ما تبص على السكور شيت بتاعه، شوف طاهر محمد طاهر. وبعدين يبدأوا في سرد أسماء لاعبين في النادي الأهلي لا ترقى، يعني مع احترام يا جماعة. طب هو مش في صلاح؟ أنا ينفع أجي أقول لك طب وإيه ليه صلاح بياخد كده؟ ده مش عارف مين بهبوه اللعبي مش عارف فين أحسن من صلاح. اللاعبين أسعاره مقامات، قال لك مش عارف بياخد 85 400 عرض وطلب مش عايز بلاش. هو زيزو ده هيبور؟ يعني زيزو ده لو وقف كده في قهوة اللاعبين واتطرح للبيع مش هيلاقي حد يشتريه؟ ده الاهلي نفسه يشتري زيزو. هو زيزو ده قليل؟ انتوا بتتكلموا في ايه بس يا جماعه؟ وتلقى المحللين الامريكيين طبعا طير وهات السكور شيت وهات وهو في السكواد بتاع ولما يرجع لورا يا جماعه طاهر لغايه من سنه كان الاهلي مش هيلعبوا كوره. كان اعظم انجاز عمله طاهر محمد طاهر السنه اللي فاتت لما كان شايل الكاسيت في اغنيه سطلان. يعني حتى ما تبص للمنتخب كده هو في صلاح وفي زيزو، تريزيجيه على عيني وراسي طبعا. وعندما اراد ان يدي افيه اعطى لطاهر حقه. يعني اعلى انجاز انه وهو بيرفع الكاس ما دي لا لا كان ماسك الكاسيت وبيغني سطلانه. لا الكاس الكاسيت الكاسيت حبيبي هم طلعوا من الملعب بعد البطوله غنوا الاغنيه دي. خلاص يعني فاز بالكاس. وعلى فكره هو في ماتش الرجاء هو اللي جاب الجون، هو اللي حسب موضوع البطوله. طاهر محمد طاهر احنا مش ما تقدرش تقعد نقارن طول الوقت. يعني انا واحد من الناس هوايا ومزاجي اشوف حسين الشحات ده لعيب ما حصلش. ده انا بحب النوع ده. انت شايف ان زيزو ما حصلش وياخد خلاص ده حقك. لكن ايه بقى نغمه مين اللي بيقلل بقى دلوقتي؟ انت رحت على انا ما سمعتش ان في اي نقد قال مقارنه بين طاهر وحد. زي ما سمعتش ان في ناقد بيقارن بين زيزو ومحمد صلاح مثلا، لان في حاجات
ما اتقالتش، لكن لو ادعينا انها اتقالت ونبتدي نبني عليها. هنا يا استاذ عمرو والله العظيم انت بتستغل المتابعه على برنامجك التوك شو السياسي في انك تحدي في حاجات ساعات ما بتحصلش. لحد جماهير بتحفل على بعضها، او اول ماتش دولي له جاب جون وماشي جاب جون، يعني لعيب فعلا على راي الكابتن وائل كان بعيدا، تقدم الصفوف واحد من المع نجوم الدوري المصري حاليا والنادي الاهلي، لازم نحتفي بيه. مش عاجبك ما تحتفيش بيه، نفس منطقك انت بتقول زيزو احتفي بيه، اللي مش عايز يحتفي بزيزو هو حر. لكن مساله ان احنا نبقى بحجمنا الاعلامي ده ونحذف كلام ما حصلش وملوش لازمه غير ان احنا نثير جدل يزيد من الاحتقار. طيب هو واضح جدا انه الاستاذ عمرو اديب شان كتير من الزملكاويه، ضايقوا انه طاهر محمد طاهر بدات الناس تتكلم على انه يبقى لاعب في المنتخب، زيزو لعيب كبير محدش يقدر يناقش ولا يختلف انه بقاله 3 4 سنين واحد من بين احسن اللعيبه في مصر، لا تبخسوا الناس اشياءهم. انت عايز تديله مليار جنيه في السنه ما تديله، هو مين اللي هيديله؟ يقول لك بيقارنوا علشان امام اسمه ايه ده زيزو ما يستحقش كذا، لا يا عم يستحق، اديله اللي انت عايزه، اكتب له النادي، انت حر، هو الاهلي هيكتب له؟ اديله نص النادي، الاهلي مش هيدفع ومش هيشتري بالكلام ده. لكن انت علشان تدافع عن صوره زيزو وهي تستحق تقوم حادف كلمتين ثلاثه بافيهات سخيفه في حق لاعب زي طاهر محمد طاهر، الكل يشهد باجتهاده وبروحه العاليه وبالتزامه وباحترافيته، وتقول لي كل انجازه غنى سطلانه؟ لا، كل انجازه انه راح كاس العالم للانديه، كل انجازه انه لعب 6 فاينل في دوري الابطال، غيره ما شافهاش بقاله 20 سنه. فانت بتتكلم على ارضيه بطولات وارضيه حقائق ولا ارضيه سطلانه؟ عايز ترفض المقارنه بين زيزو وطاهر وترجع تقارن زيزو بمحمد صلاح وتقلل من حجم تريزيجيه على البيعه؟ لا 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 خالص من الناحيه الفنيه. لكن المصيبه زي ما المهندس عادلي اشار، وانت سمعت الكلام ده فين؟ هي دي عامله زي الاعلانات التخيليه، حد عايز يعبي هوا ما عندوش حاجه، فجاه يقول لك كل الناس طالعه تقول زيزو احسن ولا طار، اللي هم مين بقى؟ حد كتب على الفيسبوك تعليق يعني بقى. لو انتوا بتاخدوا شغلكم من السوشيال ميديا او الكلام اللي بيتقال عند الجمهور، لا ده احنا رحنا لا وعلى فكره استاذ ابراهيم احنا رحنا في داهيه، انه الناس بدل ما تناقش اراء جاده حقيقيه هي اللي بتنقاد ورا لا كلام. على فكره في نقطه مهمه، اذا كان احد الجماهير او احد الناس البلوجرز او اللي بيسموهم بيقول رايه وهو متعاطف مع اي لعيب وشايفه احسن لعيب ده حقه، بس مين قال لك ان ده راي عام وده النادي الاهلي؟ لا واذا يعني ما تقول فلان الفلاني بيقول، مين هو؟ هل الامر وانتوا كلكم بتتفرجوا، هل الامر النادي الاهلي او اعلام النادي الاهلي فرض على الناس مقارنه بين زيزو وطاهر وفضل طاهر عن زيزو؟ ده حاجه وده حاجه. وائل الأباني كان عاقل جدا، ده مستواه مستمر ومستقر بقاله 3-4 مواسم، وده لاعب بيستعيد قوته وبيستعيد مكانته، واحد كان من احسن الصاعدين في مصر وكان مطمع كل الانديه وكان قريبا من الاحتراف في اوروبا، وسعى الاهلي والزمالك وغيرهم لاقتناصه وجاء الى النادي الاهلي، اجاد احيانا واخفق احيانا الى ان تالق وبدا في التصاعد. يا اخي احنا عايزين نعتد بلعيبنا زي ما انت معتد بلعيبك. انت حر واحنا احرار برضه، وجماهير الاهلي حره. ليه تنكر على طاهر ومن حقه يا سيدي؟ جماهير الاهلي عايزه تشوف طاهر افضل لعيب في مصر دلوقتي، ما هي الزمالك عايز يشوف زيزو. هي جماهير دي مش هي اللي كانت بتنتقد طاهر، هي صحيح
وابتدوا يقولوا احنا اسفين يا طاهر انت دلوقتي احسن لاعب في مصر، ما يقولوا. لكن وانت بتناقشهم ما تناقشش كانها مؤامره، لا، هذه اراء كرويه، كل واحد فينا له نجمه المفضل، وحسب حاله اللعيب وانيه التقييم. لا، طاهر يقيم النهارده هو واحد ان لم يكن الافضل في مركزه في الوقت الراهن. استاذ عمرو، ارجوك ما تعبيش المسدس هوا، ما تعبيش المسدس هوا، لانك لو عايز تعرف بجد قيمه العلاقه الطيبه بين اللعيبه المحترمه، ايه رايك؟ مش انت عمال تضغط وتدوس على اعصابك جامد عشان زيزو وطاهر؟ طب هتعمل ايه بقى لو زيزو هو اللي كلمك عن طاهر؟ اعتقد هتبقى صعبه عليك قوي. طاهر بمجرد ما تألق الراجل مع المنتخب اول حد هناه زيزو بعد ما سجل هدفه في الكاب فيردي وقال له ما شاء الله. هي دي الروح الرياضيه، وهي دي علاقه اللعيبه المحترمه مع بعضيها. لكن شغل وصلات اللي انتوا شايفينها ديت، لا لا خالص. يعني هنا زيزو لعيب كبير، لعيبه المنتخب كلهم مع بعضهم علاقاتهم طيبه جدا، لكن اعتقد شغل الخبلانه بقى في التوك شو لمجرد التقليل من الناس لحساب ناس، ده مش موجود بين اللعيبه. ارجوكوا كفايه كده على منتخب مصر. انا بس عايز اقول حاجه، لا هنلاقيها من احمد سليمان وحراس المرمى، ولا هنلاقيها مع عمرو اديب وزيزو وطاهر. وربنا يكون في عون حسام حسن. الحقيقه عايز اقول حاجه يا استاذ ابراهيم، بنحرط الارض مع المنتخب. عايز اقول حاجه، بص يا طاهر، ابني على اللي انت فيه لتصبح واحد من اهم لعيبه مصر، وتسكت الالسنه اللي بتحاول تنال من همتك عشان تغني لها سطلانه وتجننهم. نطلع لفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. من سطلانه وخبلانه الى نماذج اخرى محترمه، لانه الحقيقه احنا مسؤوليتنا الدايمه من اول ما بدا البرنامج ازاي تقدر تمهد الطريق لعلاقات محترمه في الوسط الرياضي. زي ما دايما بنقف كتير بالاهتمام والتقدير للكابتن حسن شحاته والكابتن فاروق جعفر والكابتن حلمي طولان وغيرهم من الناس المحترمه في ارائهم اللي بيحتفظوا للمنافس والله الكبير والله. كابتن حماد عبد اللطيف، لا في نماذج طبعاً كتير، وكابتن حماد عبد اللطيف وكابتن ايمن يونس، كتير من الناس اللي بتتكلم كلام محترم يدعم ويعزز قيمه الرياضه وصوره الانديه مع بعضها بنفس الحده في مقاومه النماذج السلبيه الخبلانيه. لانه انت لازم تطرد العمله السيئه عشان العمله الجيده هي اللي تظهر. واحد من نجوم العملة الأصيلة النقية عبد الحليم علي، اتعلموها من حليم، وده نجم النجوم الهداف التاريخي لنادي الزمالك. الحقيقة في ظاهرة برضو في بعض البرامج، التفتيش في نوايا وانتماءات اللاعبين، وأنا مش عارف إعلام إيه ده اللي ما يدعمش فكرة الاحترافية. ناصر ماهر بيلعب في نادي الزمالك، عبد الله السعيد اعلن اهلاويته كتير، دلوقتي هم بيلعبوا في نادي الزمالك، محدش يتكلم عن انتمائهم الاصلي ايه، ولا حد يتكلم على انه زيزو ياما قال انه اهلاوي. هذا لا يجب ان يكون طرحا اعلاميا. وتفيد بايه يعني؟ لانه اولا ما يفيدش، ثانيا انت ليه بتعكر صفو علاقته بناديه؟ هي الفكره بس انك انت مش بس كمان مع لعيبه حاليين، ده وصلت للتفتيش مع لعيبه بطلوا كوره بقالهم 20 سنه. بقول لكم عبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك، يتسال هو الاهلي فاوضك ولا لا؟ نسمعه. هل انت كنت في وقت من الاوقات قريب فعلا للاهلي، ولا كان كلام محبين يعني حد بيحب الاهلي وعايزك تكون موجود فكان بيتكلم معاك؟
لا هو ده انا ما بحبش اروح للمنطقه دي بصفه عامه، بس هو النادي الاهلي نادي كبير. لا يعني حصل او ما حصلش، بس لا يعني هو بغض النظر التطرق للمنطقه دي، فانا ما بحبش دايما ازايد على الانديه الكبيره، ليها احترامها وليها تقديرها. يعني حتى لو كان جالي حاجه مش هقول لا مش هتكلم، ما بحبش اتكلم في المنطقه. احترم طبعا ده. هتزايد ليه؟ هتزايد انت معلش انا اسف، انت مين عشان تزايد على النادي الاهلي او نادي الزمالك؟ ازاي تطلع تقول انا لا انا مش انا ضد ده تماما. دي خلاص امور في الاوض المقفوله بتخلص وبتنتهي، وكل احترام والتقدير للانديه الكبيره. اتورا هي اشياء لا تشترى، واحد من اهم النماذج في التاريخ في هذه المنطقه تماما. هو لعيب كلعيب من الناحيه الفنيه محترم جدا، رائع جدا، هداف تاريخي لنادي الزمالك. مسألة انه يروح الاهلي يروح الزمالك، هو راح الزمالك. ما سبقها تاريخه منتهي. اللي فات بقى ده في يعني في تفاصيل احنا شهود عليها، لكن نحترم علاقته بالزمالك دلوقتي. لا علاقته بالنادي الزمالك هو ما كانش طرف فيها الحقيقة. يعني اللي حصل، المهم يعني ان اللي حصل انه راح الزمالك. اللي حصل انه راح الزمالك لان النادي الاهلي لم يتحرك بالظبط، بس وهو ما كانش يعلم حتى ان النادي الاهلي بيتحرك، لكن المهم او هيتحرك او مش هيتحرك، وكان عرض من داخل النادي بتاعه. اللعيب ده لعيب كويس، طرح على النادي الاهلي، الاهلي ما اتحركش فراح الزمالك. لكن هو بقى انتمائه ايه؟ هو اكتر من يبقى الهدف التاريخي. بص ايه اللي اخلص النادي، لكن شفته بيتكلم ازاي على الاهلي والزمالك؟ قال لك دي انديه كبيره اكبر من ان انا ازايد عليها او اتكلم عليها. وايه قيمه انك تقعد تقول يعني ايه الانتصار؟ هو كان بيتسال عشان يقول ايه؟ الاهلي فوضني بس انا فضلت الزمالك رغم ان عرض الاهلي كان اكبر. هو ده اللي كان عايز يسمعه. بس في الحاله دي الراجل كان هيخترع كلام ولا هو قال مش هتكلم؟ فالحقيقه زميل المحمودي استعار بيت أمل دنقل، هي أشياء لا تشترى. أتمنى أن تكون فعلا أشياء لا تشترى، وأتمنى أن كل الناس تحترم فكرة الاحترافية وتعزز فرصة كل اللعيبة الكبار والحاليين في علاقاتهم الاحترافية مع أنديتهم، سواء اللي في الأهلي أو في الزمالك أو في أي نادي. لأن احنا بنشوف اليومين دول حاجات غريبة وعجيبة جدا، ناس بتطلع من تحت البلاط. والله في ناس أنا لا أذكر أبدا أن أنا شفتهم في ماتش، لدرجة لما بشوفه على الشاشة بفضل منتظر أعرف مين ده، فألاقيه بيخبط في الأهلي. هو جاي عشان كده. لا والأهلي كلمه من تحت البلاط علشان بس هدفه. في واحد طلع قال لك الأهلي فوضني. يعني مفيش حاجة، مفيش حد تاني، مفيش أهلي تاني في مصر. كنت أقول لك ده أهلي فرسكور ولا أهلي فين يعني. المهم هي أشياء لا تشترى، اتعلموها من حليم، لأنه عبد الحليم علي نموذج زملكاوي جدير بالاحترام. كابتن ماجد يعني ايه شخصيه؟ استاذ ماجد سامي شخصيه رياضيه محترمه، رئيس نادي وادي دجله والمؤسس للنادي. الحقيقه اتكلم في بودكاست تقريبا يمكن مع الزميل عبد الرحمن مجدي، فاتكلم في اكتر من جزئيه، منها ما يخص الاهلي يحتاج لمراجعه، ومنها ما يستحق الشكر على الإشادة. الأول نشوف أحسن نادي بعت له، أو مين يعني أكتر نادي كان مريح في التعامل في البيع؟ النادي الأهلي فعلا؟ طبعا. من ناحية التزام، مفيش ملاوعة، ما تخافش على فلوسك معاهم، أمنة جدا، حتى لو تأخروا بيدفعوا لك فلوسك. الحقيقة مفيش زي النادي الأهلي في الالتزام، زي إدارة النادي الأهلي في الالتزام بالعهود والوعود. حقيقي يعني هو ساعات وساعات كان في حاجات معينه تحتمل ان هم يظلموك لو حد من جواهم نيته وحشه، يستخدم حاجه في العقد بشكل أيوة معين. كلمه في العقد ممكن تتفسر بمعنيين مثلا، فممكن يروح هو واخدها بالمعنى اللي يخدم مصلحته، مع انه عارف ان مش دي الحقيقه. الحقيقه حاجه تانية. هو بيروح للحقيقه، هو بيروح للحقيقه. فالحقيقه النادي الاهلي في الحته دي لا يعلى عليه في الانديه المصريه. شوف الاستاذ ماجد سامي، انا اتعاملت معاه ومثلا محمد شريف في اخر يعني من الحاجات وهو راجل يعني فعلا شاطر، عنده رؤيه في كره القدم، وكان عنده خطه ومخطط ونفذه بنجاح جامد جدا.
كمستثمر في كرة القدم وعنده آراءه في كرة القدم بتتفق مع بعضها وتختلف مع بعضها، لكن دائما وأبدا هو راجل لا يقصد الإساءة ولا يقصد التقليل ولا يقصد التهويل. فهو أما الجزئية دي بناء على خبرة في التعامل وثقة وإشادة وتقدير لإدارة النادي الأهلي نتيجة في احترامها وتعاملاتها وأمانتها، نتيجة التعامل. يعني لما بيتوعد وعد حتى لو مش واضح أو في العقد، ما هو كان الاتفاق على كده كان بيلاقيه كده. هو ده النادي الأهلي اتعامل من قليل؟ هو حد راح اشتكاه في فيفا؟ وحد يعني مرة اتكلم على انه ما خدش حقه من النادي الأهلي؟ ده الأستاذ ماجد سامي قال لك لو العقد فيه جملة أو كلمة تحتمل تؤول ليك أو عليك، الأهلي بيروح للحقيقة فيها لأنه ما بيبخسش حق أي حد، عشان كده كانت هذه القيمة. لكن لما الكابتن ماجد سامي اتكلم في جزئية الشخصية الفنية محتاجين نسمعه. النادي الأهلي للأسف الشديد ما عندوش شخصية كروية. الشخصية الكروية بتاعت النادي الأهلي هي الشخصية الكروية بتاعت المدرب اللي هيجي الأول. فايلر يجي عنده هو اللي بيحدد شخصية النادي، فيبص على اللعيبة يلاقي اللعيبة دي يا مناسبة للشخصية يا مش مناسبة. لو مش مناسبة يقول لهم لا مشوا اللعيبة دول وهاتوا لعيبة تانية مناسبة لشخصيتي. يمشي فايلر ويجي موسيماني عايز يلعب بشخصيته بالظبط، فيلاقي اللعيبة اللي فايلر سابها مش طابعة لشخصيته فيمشيهم ويجيب لعيبة تانية، وبعدين يجي كولر يغير الشخصية بتاعت موسيماني فالنادي ما عندوش شخصية. الطبيعي هو انه النادي يقر انا عايز العب اي كورة ويدور على مدير فني لايق على ده عنده نفس الشخصية الكروية. لأيام هديكوتي الاهلي كان عنده شخصية، لكن بعد كده بقينا بنلعب على المدرب اللي جاي عايز يلعب ازاي. هناك بعض الخلط بين الشخصية الكروية واسلوب اللعب، ايوه، او حق المدرب انه يلعب بطرق مختلفة. ايوه، شخصية النادي الاهلي ده العالم كله بيتكلم، ثقافة النادي الاهلي التي تناضل من اجل المكسب للدقائق الاخيرة، وهو الاكثر تحقيقا للانتصارات الحاسمة في بلاس 90. دي الشخصية، شخصية الأهلي الذي لا يرهبه منافس، هي دي شخصية البطل. شخصية الأهلي النادي اللي ما بيشبعش بطولات، أكسب أفرح النهاردة بكرة وطالب بالبطولة اللي جاية. يسأل مارسيل كولر إيه البطولة اللي تفخر بيها؟ قال له لسه ما حققتهاش. أيوه، دي شخصية الأهلي بيفرضها على المدرب. أيوة. لكن ان يجي هيدوكوتي كل واحد يلعب بطريقه يقول لك يعلمنا في مصر يعني ايه زون ديفنس والهجمه المنظمه، ويتمرن فترتين، وكانت مصر بتتمرن فتره واحده وكانوا بيتمرنوا ثلاث اسابيع يتمرن كل يوم، وبعد كده يجي بعديه تتكش سنه يعلم اللعيبه التاكلينج والضغط، ويجي بعديهم تاني هيدوكوتي، ثم تتوالى المدربين، يجي ديتريش فايتسا يدخل 3-3 3-5-2 ويلعب بالجناح المدافع، تلاقي منتخب مصر يلعبها ويستمر بيها فتره طويله لغايه لما يجي مانويل جوزيه يعمل 3-4-3. هذه ليست شخصيات، هذه اسلوب لعب، ده تطوير للكره المصريه. كل مدرب داخل النادي الاهلي طور لصالح المنتخبات. يجي جوزيه، ادي الكابتن حسن شحاتة قال لك ماذا حطيت بصمتك للكره المصريه، لكن شخصيه المدرب اللي بيعيش مع النادي الاهلي هي اللي تتفق مع شخصيه الاهلي وثقافته ومتطلباته. فهناك خلط، يعني هو مثلا يبدو ان اسلوبه اما جاب الراجل تاكيس جوناس اليوناني التيكي تاكا، لا ده مش مطالب ببطوله، ده مطالب انقل واستحوذ. الاهلي مش كده، شخصيته أنا مطالب أكسب عشان أكسب بطولة. إذن لأنه الأهلي لا يملك ما يميزه أكتر من شخصيته، شخصية بطل يشيد بها الجميع، لكن واضح إن الكابتن ماجد سامي كان عنده خلط ما بين الشخصية وما بين طريقة اللعب وأسلوبه، الخطة والطريقة. فريدز لعب بمهاجم متأخر النمساوي في سنة 55 كان بتلعب بها المجر، وأدت هذه الطريقة إلى
تفجر موهبة الكابتن صالح سليم. هيدي كوتي جه لعب بثلاثة أربعة ثلاثة، وكانت مصر كلها بتتكلم على الطريقة اللي بيلعب بيها هيدي كوتي في النادي الأهلي. نفس الحكاية لما جه فايسا 3-5-2 والجناح المدافع، جه بعد كده مانويل جوزيه وهكذا، دي أساليب لعب وطريقته. لكن شخصية الأهلي هي شخصية البطل اللي فضل زين النوادي. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير إن نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير يا جمهور زين النوادي.